في صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. ما فيش شك ان العالم كله امبارح كان بيتابع مرافعه مصر امام محكمه العدل الدوليه، واللي قادتها الدكتوره ياسمين موسى، واللي بتشغل منصب المستشاره القانونيه بمكتب وزير الخارجيه المصري. في الحقيقه كانت مرافعه للتاريخ. مصر قدرت ان هي توثق السجل الاسود للاحتلال الاسرائيلي امام محكمه العدل الدوليه، وفضحت كل مخططات الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين وتصفيه القضيه الفلسطينيه. في الحقيقة مرافعة مصر امبارح كانت قوية جدا ومشرفة، وكشفت أمام العالم كله موقف مصر اللي كان على مر التاريخ داعم للقضية الفلسطينية، ووثقت كل جرائم الإبادة الجماعية اللي كانت بترتكبها دولة الاحتلال وما زالت ترتكبها دولة الاحتلال ضد أهالي غزة وفلسطين. وأكدت أن الاحتلال بيعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتية مستحيلة على قطاع غزة، وفرض سياسة الحصار والتجويع، وأيضا بتم منع وصول المساعدات الإنسانية. كمان الدكتورة ياسمين موسى نبهت الأمر شديد الخطورة في الحقيقة خلال طبعا المرافعة، وهي مخططات إسرائيل لاقتحام رفح الفلسطينية اللي موجود فيها أكثر من 1,300,000 فلسطيني. طبعا ما فيش شك أن ده سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وأيضا سيمثل خطر بكل تأكيد على الأمن القومي المصري. احنا النهاردة هيكون معانا فقرة مهمة جدا عن مرافعة مصر أمام المحكمة الدولية والأدلة اللي قدمتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكمان ردود الفعل الدولية على الجهود اللي قامت بها مصر في هذا الملف. تابعونا في خلال الحلقة النهاردة عشان نتكلم ويكون معنا قراءة وفي عن هذا الموضوع بالتحديد. مرة تانية بنصبح على حضراتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح للميا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا فسانت، وصباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وخلينا نبدا من محافظه القاهره بالتحديد من عند الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات ومكمله لحد منطقه وسط البلد. تستمر الكثافات المتقطعه، وكمان لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده بتفضل مكمله معانا لحد ميدان العباسيه ومسجد النور. بعد كده الكثافات امام جامعه عين شمس بسبب طبعا موعد دخول الطلبه للكليه. كمان شاهد طريق الاوتوستراد القادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم سيوله مروريه يعني كويسه، لكن نفس الموضوع انتظمت فيه الحركه المروريه المتجهه لمنطقه بين الجبلين وصولا ل 15 مايو، وسيوله مروريه المتجه لشارع عباس العقاد، وبعض الكثافات ظهرت اعلى كوبري الحدايق القادم من الزاويه ومتجه للفنجريه. ظهرت كمان بعض الكثافات اعلى مطلع كوبري السيده عائشه القادم من سور مجرى العيون ومتجه للقلعه وسط المدينه. تعالوا نروح للجيزة، في هناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وعلى كوبري 15 مايو المتجه كمان لميدان لبنان، وبيشهد محور 26 يوليو في الطريق اللي قادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان كثافات مرورية، وعشان كده بينصح بسلوك محور رود الفرج. وعند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للي قادم من كوبري فيصل لمناطق الدقي، كمان ظهرت كثافات متحركة في محور صف اللبن والمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، ويفضل التوجه العرابي، ونفس الموضوع عند كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. نروح لمحافظة الإسماعيلية، هنلاقي هناك طريق عثمان أحمد عثمان اللي رابط بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على سير حركة سير السيارات. نروح كمان لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ولو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية لكنها مش مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت جولتنا المرورية، وتعالوا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون دافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 21 درجة، وأعلى درجة حرارة في أسوان 30 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 16 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.
برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نبتدي مع بعض بالأخبار اللي معانا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد امبارح اجتماع لمتابعة تحضيرات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات. ووجه رئيس الوزراء ببدء الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنتدى وتخصيص فريق عمل متفرغ لمتابعة كافة الترتيبات لخروج الحدث بأفضل صورة. كمان امبارح شارك وليد جمال الدين رئيس الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس ضمن الوفد الاقتصادي المصري رفيع المستوى بالعاصمه البلجيكيه بروكسل، واللي بيضم كبار مسؤولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر واستعراض عمليه الاصلاح الاقتصادي الجاريه في البلاد والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون طبعا مع الاتحاد الاوروبي خلال الاشهر المقبله. تفاصيل الاخبار دي واخبار ثانيه هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تحضيرات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 خلال الفترة من 4 ل 8 نوفمبر المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني خلال هذا الشهر لمتابعة تحضيرات استضافة هذا الحدث البارز، موجهاً ببدء الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنتدى الحضري العالمي وتخصيص فريق عمل متفرغ لمتابعة كافة ترتيبات المنتدى لخروج الحدث بأفضل صورة. امبارح شارك وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الوفد الاقتصادي المصري رفيع المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اللي بيضم كبار مسؤولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد، وأيضاً التحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة. امبارح وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق حملة بلدك معاك لدعم الأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظات اللي بتقع بنطاق المسؤولية، وده بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. تضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. وأكد اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال مراسم تدشين الحملة على المسؤولية المجتمعية اللي بتقوم بيها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته، كما أشار لتكثيف الجهود بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات نطاق المسؤولية لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة كفر الشيخ تم تسليم 1147 جهاز تعويضي وسماعات طبية لذوي الهمم. أما في محافظة الشرقية فتم إقامة 50 منفذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة. كمان في شمال سيناء تم استلام 106 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. وفي الأيوبية تم الكشف على 1759 مواطن مجانا خلال القافلة الطبية في كفر شكر. تفاصيل أكثر من المحافظات نعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي تسليم 1147 جهاز تعويضي وسماعات طبية لذوي الهمم في إطار تقديم خدمتها في المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم. في الشرقية أعلنت المحافظة الانتهاء من إقامة 50 معرض ومنفذ وشادر لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع شركات الجملة والجمعيات الاستهلاكية والعديد من تجار الجملة، وده مع توفير منافذ داخل سيارات متحركة تجوب شوارع المحافظة لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة. في شمال سيناء أعلنت المحافظة عن استلام 106 ألف شجرة مثمرة وزينة ضمن الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وده بهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.
في الأقصر أعلنت مديرية الطب البيطري ارتفاع نسبة الحيوانات المحصنة خلال الأسابيع القليلة الماضية لتصل ل 58% من الحيوانات المستهدفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتم التحصين من خلال 116 لجنة بكافة مراكز وقرى المحافظة وبمشاركة 43 طبيب. في الأليوبية نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية في مديرية الصحة والسكان قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كفر مروان بكفر شكر، وتم الكشف خلالها على 1759 مواطن مجاناً من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات، وده في إطار خطة الدولة وجهود محافظة الأليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين. في الفيوم شهدت المحافظة مناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع مجمع صناعي متكامل قائم على زيتون المائدة بنطاق مركز يوسف الصديق، واللي سيعود بالنفع والفائدة على المواطن. ومن المقرر أن يبدأ المشروع بمساحة 5 أفدنة كمرحلة أولى مع إمكانية التوسع المستقبلي للمشروع. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه عن 4 قرى بمركز سمسطة اليوم الخميس لمدة 9 ساعات بسبب توقف محطة مياه دشطوط لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتطهير الخزانات، وبتأتي مواعيد قطع المياه من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً. في المنيا أعلنت مديرية التموين أنه تم توزيع 7000 شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه بتحتوي على 2 كيلو سكر وكيلو رز وكيلو مكرونة وباكو شاي، وتم التوزيع بجميع شوارع وأحياء مدينة ملاوي في إطار تفعيل مبادرة خفض الأسعار. مشاهدينا خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. خلينا نشوف مع بعض حاجة لطيفة قوي، وهي تقرير عن المسابقة الوطنية للفروسية لذوي الهمم واللي تم تنظيمها في نادي الفروسية بالجزيرة، وأهم المنافسات اللي بتقام في هذه المسابقة. والنهارده البطوله الوطنيه اولمبيات الخاص معموله على ارض نادي فروسيه الجزيره، ونادي فروسيه الجزيره كان له السبق ان هو يبقى دايما يعني عنده فريق قوي جدا من ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه طبعا، والحمد لله رب العالمين بالتنسيق مع الاولمبيات الخاص علشان البطوله دي تؤهل الناس لبطوله العالم بره، ويبتدوا ياخدوا منهم عناصر وكوادر كويسه جدا للفتره القادمه ان شاء الله. الاستعدادات للبطوله دي بتبقى عن طريق جميع الانديه المشتركه في البطوله اللي هو عندهم ذوي الهمم، وفي انديه كبيره جدا دلوقتي، واحنا كاتحاد الفروسيه بنشرف عليهم طبعا ونشوف نقدر نعمل ايه ونكون متواجدين معاهم في اي ايفنت او اي لقاء لتذليل اي عقبات ليهم يعني. حقيقه فعلا دعم سياده الرئيس فتح السيسي لذوي الهمم، ويمكن ده واضح للجميع كلهم، ودعم السيد معالي وزير الشباب والرياضه في هذا الموضوع بالذات والملف القوي جدا ان كل الدوله مهتمه بيه فعلا علشان نقدر نعمل كوادر من ذوي الهمم تقدر يعني في كل المجالات سواء في الرياضه في الثقافه في كل الحاجه. النهارده البطوله في رياضه الترويض، ورياضه الترويض هي رياضه فن اخراج الحركه بالحصان في شكل تناغمي ما بين الفارس والجواد، ويتم تقييمه عن طريق حكام موجودة وبيدوله درجات، وبقى طبعا في حركات معينة لكل مستوى ولكل خانة بيتم أدائها الفارس. البطولة اليوم بطولة تنشيطية لرياضة الترويض، ودي من الرياضة الصعبة احنا كنا بنواجهها بره بأولادنا في البطولات الفروسية، في سواء في البطولات الإقليمية أو البطولات العالمية. فطبعا اهتمام السبيشال ميد المصري بان هو يطور من اداء الاولاد في رياضه الترويض، فبيعمل بطولات تنشيطيه. الاولاد اللي معانا احنا بنمرنهم بقالنا فتره، وكده كده احنا عارفينهم، واوريدي احنا في ناس سافرت من عندنا ما شاء الله يعني لفرنسا، فاحنا اوريدي ان احنا واخدين بطولات قبل كده عالميه. فالحوار ده احنا يمكن احنا عندنا في النادي ممكن اول مره نشارك في البطوله دي، بس اوريدي احنا عندنا باك جراوند ان احنا ان شاء الله ازاي نعرف ندربهم. فهم ما شاء الله الاولاد متميزين وبيعرفوا يستوعبوا شويه، احنا بناخد مجهود بسيط معاهم، لكن بفضل الله في الاخر هم بيبقوا كويسين معانا وبيتحسنوا وبيسمعوا الكلام.
بدأنا ان احنا نستعد ازاي للبطولة، بدأنا نجهز خيل معينة للولاد يطلعوا بيها، ودي الخيل اللي احنا اوريدي كنا بنستخدمها في التمرينات مع الولاد، بتكون خيل مخصصة للولاد يقدروا ان هم يشتغلوا بيها، ميبقاش في اي ريسكس ان هم يقعوا او يحصل اي مشاكل على قد ما نقدر. بدأنا ان احنا نجهز الخيل، نجهز المساعدين، اوريدي بيبقى في عندنا طقم مساعدين كامل برضو مسؤول عن كل حصان وبيكون مع الفرسان بيساعدهم هما بيطلعوا وبينزلوا، فدي كلها استعدادات كانت موجودة، البوكسات، الارض، الناس اللي بتساعدنا في الارض. حقيقي النادي ساعدنا بكل الامكانيات اللي عنده عشان نقدر نقوم ببطولة تكون امان للولاد وتكون مشرفة لكل الناس والاولياء الامور والاعضاء التدريب كلهم. شاركت في بطولات قبل كده سبيشال وبتاعت الاتحاد، بقالي بتاع حوالي 3-4 سنين في المجال في الفروسية يعني. حصلت على ميداليات ذهب وفضة وبرونز ومراكز تاني كتير يعني. احنا في البداية خالص اشتغلنا سباحة لحد سن 12-14 سنة، بدأنا من 2012 ندخل فروسية. كنا الأول بنشتغل برايفت، وأساسا أنا اتجهت للفروسية لأن كثيرابي يعني كعلاج ليها، لأن طبعا الفروسية بتظبط الحالة المزاجية ليها وبتعمل كنترول عليها مع ركوبها الحصان. فبدأنا كده سنوات وسنوات برايفت لغاية ما نادي الفروسية مشكور بالجزيرة فتح لنا لذوي الهمم، فتح لنا من 2017 بدأنا نتدرب فيه. ترويضهم أو تأهيلهم عبارة عن جمل بيحفظوها وأوامر بيسمعوا كلام الكابتن فيها وبينفذوها، والحمد لله رب العالمين. أنا أقدر أقول إن الفروسية غيرت في بنتي كتير جدا جدا جدا. هو بيلعب فروسية من 2010، فيعني لغاية النهاردة الحمد لله الحمد لله حقق بطولات سواء على الجمهورية أو الإقليمية. شاركنا هنا في النادي من 2017، فتح لنا أبوابه بحيث أن الولاد تتمرن من ذوي الهمم. والله إحنا بنستعد للبطولة دي بقالنا فترة، فالولاد مع التدريب مع كابتن حبيبة بقالهم أكتر دلوقتي من شهر، اتمرنوا على الجمل واتمرنوا على الحركات اللي هم المفروض يعرفوها. والحمد لله الأجواء النهاردة الحمد لله جميلة جدا، والتنظيم بتاعها فوق الممتاز. أنطون أصلاً بطل جمهورية ألعاب قوة، فهو كان من طبيعة ولادنا أنهم بيملوا وبيبقوا محتاجين أنهم أحياناً يغيروا اللعبة، فلما جت فترة كورونا غيرنا اللعبة، لأن هنا اللعبة هنا فيها الحصان، فهو عمل صداقات مع الحصان وابتدى أن هو يبقى مبسوط قوي أن هو بيجي بيركب بيحمل حصان بيجيب له أكل معاه، وغير المود خالص، فطبعا فرقت جدا جدا في حياة ابني. أنا كنت بركب 2004 وأول مرة بدأت البطولات من أول 2019، خدت بطولات كتير يعني، خدت ميدالية ذهب فضي برونزي. أنا الحمد لله بنط الحواجز وببقى مبسوط جدا. السبيشال أولمبيكس بيعمل يعني خدمة كبيرة جدا جدا للأولاد دي، وطبعا برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الولاد دول واخدين حقهم كويس قوي الحمد لله، والنهارده بطوله مشرفه في الفروسيه وركوب الخيل، ودي حاجه جميله جدا واحنا سعداء بيها قوي. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وكلمينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم.
هو طبعا الحمد لله ما زالت الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، مع قيم درجات حراره خلال فتره النهار تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي من درجه لدرجتين، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون حول 21 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي هيستمر معانا الطقس الشتوي الدافي المستقر في معظم المحافظات وخاصة في محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى كمان بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد وأيضا محافظات جنوب البلاد. يمكن أكثر المحافظات تأثرا بارتفاعات قيم درجة الحرارة هي المحافظات الجنوبية زي جنوب الصعيد، لأن العظمى فترة النهار توصل ل30 درجة مئوية، لكن خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. ما زالت قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل منخفضة، وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر أجواء شديدة البرودة في معظم المحافظات، خاصة المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، كمان المحافظات اللي هي ظهير صحراء بشكل كبير، وبيكون فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل أحيانا في بعض المحافظات يتجاوز 15 درجة مئوية. يمكن اليوم كمان نلاحظ أن في زيادة لفترات شطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات الشمالية، المناطق الجنوبية ممكن نلاقي فيها بعض السحب العالية والمتوسطة. كمان اليوم متوقع طبعا يكون في نشاط نسبي للرياح هنحس بيه أكثر فترات المساء وبعد فترة الظهيرة، وجود نشاط للرياح يحسسني بانخفاض قيم درجات الحرارة أو يحسسني بالبرودة خاصة مع غياب أشعة الشمس واحنا داخلين فترة المساء أو ساعات الليل. بالإضافة طبعا دايما الظاهرة الجوية المؤثرة بتكون في حالات استقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية. اليوم تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومتوقع أن هي بعد ساعة بالكثير تبدأ في التلاشي، لأن تتلاشى الشبورة المائية دايما مع سطوع أشعة الشمس، تبدأ تقريبا من الساعة 8-9 صباحا في التلاشي، والرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. الأجواء الشتوية المستقرة دي متوقع أن هي تكمل معنا كمان خلال الأيام اللي جاية، ويمكن بداية من يوم السبت هيكون في ارتفاع آخر في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بمعدل من درجتين لثلاث درجات. يمكن مع منتصف الأسبوع اللي جاي متوقع أن العظمى على القاهرة الكبرى توصل ل25 درجة مئوية بسبب الكتل الهوائية الصحراوية اللي بتأثر علينا. كمان بكرة إن شاء الله متوقع أن يكون في فرص للأمطار على بعض الأماكن من وسط وجنوب الصعيد، بعض الأماكن من الصحراء الغربية أقصى غرب البلاد، سلاسل جبال البحر الأحمر، لكن إن شاء الله في مجملها أمطار مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ما نقدرش نقول تقلبات جوية، لكن هي أجواء شتوية في بعض المحافظات. بس هنأكد على كل السادة المواطنين مهم جدا عدم الانخداع بأشعة الشمس، عدم تخفيف الملابس، استمرار ارتداء الملابس الشتوية فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، لأن ما زلنا في فصل الشتاء وما زالت الأجواء شديدة البرودة في ساعات الليل. مهم كمان القيادة تكون بهدوء تام مع وجود الشبورة المائية وبحذر شديد فترة الصباح الباكر، وطبعا نكون في متابعة مستمرة للنشرات الجوية. طيب طمنينا على حركة المراحة البحرية وسرعة الرياح عندنا النهاردة كام؟ احنا طبعا سرعة رياح يمكن موجودة في بعض المحافظات، سرعات رياح بتتراوح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة في الوجه البحري في القاهرة الكبرى وبعض الأماكن من جنوب سيناء، بعض الأماكن كمان من شمال الصعيد، وزي ما ذكرت هتبدأ بعد فترة الظهيرة مع فترات المساء وساعات الليل غير مؤثرة بأي أسربة ويمان مسار، فبصفة عامة نقدر نقول في اعتدال في سرعات الرياح، وده بينعكس على حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، البحر الأحمر والمتوسط مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 21 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 21-12 واسكندرية 20-12، العلمين الجديدة 20-11 ومطروح 19-10، دمياط 19-12، بورسعيد 20-13، إسماعيلية 21-13، السويس العظمى فيها 21 والصغرى 13، العريش 20-12، كاترين 16-4، وطابة 20-11، حلايب 24-15، شلاتين 26-13، شرم الشيخ 25-17، والغردقة 25-14.
الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 10، بني سويف 24-9، الوادي الجديد 25-8 وأسيوط 24-9، سوهاج 25-9 وقنا 25-11، الأقصر 26-11، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 14. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لشازلي وفسانت نكمل معهم فقراتنا. شكرا لك يا لمى. خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري الأوروبي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم افتتاح فعاليات الدورة 66 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالقاهرة، اللي بتقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، وهيبدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتباراً من غد الجمعة 23 فبراير حتى 9 مارس المقبل، وبيفتح أبوابه من 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً يومياً. وبتقام النسخة 66 للمعرض هذا العام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، حيث سيستضيف المعرض على مساحة 3000 متر مربع أكثر من 450 عارض بيعرضوا منتجاتهم اليدوية اللي بتحكي قصص التراث المصري، مع إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال للاستفادة من الفرص التسويقية اللي بيتيحها معرض ديارنا. النهاردة تنتهي المدة المحددة لتسجيل وملء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث حددت وزارة التربية والتعليم نهاية الأسبوع الجاري كآخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024، كما طلبت الوزارة الطلاب المتأخرين عن تسجيل الاستمارة بسرعة تسجيلها وملء البيانات قبل غلق باب التقدم. لعشاق الكرة الأوروبية النهاردة هيكون معدهم مع 8 مباريات حماسية في بطولة الدوري الأوروبي. أبرز المباريات: روما الإيطالي هيواجه فانورد روتردام الهولندي، فريق رين الفرنسي هيواجه ميلان الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي هيواجه شختار الأوكراني. في الحقيقة في اهتمام كبير بذوي الهمم على كافة المستويات. لسه دوب من شوية كنا بنتكلم مع حضراتكم في تقرير عن مسابقة للفروسية لذوي الهمم. دلوقتي هنتكلم عن مبادرة مهمة أطلقها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. هذه المبادرة عنوانها أسرتي قوتي، بتعد نموذج حقيقي للإرشاد والتوعية الأسرية الشاملة. المبادرة بتعمل على تمكين الأسر بالمعرفة والمهارات لتنمية قدرات أطفالهم والعمل كمان على دمجهم، وكمان بتساند الأسر في فهم احتياجات أبنائهم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة. معنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم. صباح الخير على حضرتك، أهلا بك. صباح الخير عليكم. أهلا بك يا دكتور. يعني في البداية عايزين نعرف تفاصيل المبادرة، إيه هي أهدافها، إيه وصلنا لحد فين فيها دلوقتي بالذات كمان في المحافظات؟ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، هو الحقيقة إحنا بنحرص على إن إحنا نكون مكون الإعاقة موجود في جميع الاستراتيجيات والسياسات في الدولة، وبالتالي إحنا في إطار المبادرة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصنا على أن يكون مبادرتنا أسرتي قوتي ضمن هذا المشروع، لأن إحنا يعني الحقيقة من 2022 ل 2025 المبادرة بتستمر على مدار هذه السنوات، لأن إحنا يعني بنأكد أن الأسرة المصرية ليها دور مهم جدا جدا في حياة جميع أفراد المجتمع، وبما أن الأشخاص ذوي الإعاقة هو يعني أحد هؤلاء المواطنين اللي ليهم دور مهم جدا في المجتمع المصري، فإحنا حرصنا على أن الأسرة يكون لها دور في تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة وأولادهم. والأسرة الحقيقة يعني مش بس الام ولا الاب، لكن الاخت، الاخ، الخال، العم، احنا يعني انتوا بتقوموا بتمكين الاسره كلها، بتوعيه يمكن الاسره كلها في ازاي نمكن لو عندنا حد من اسرتنا من ذوي الهمم ازاي نمكنه يعني؟ بالظبط طبعا. المبادره بتبقى هدفها تمكين
ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكين الأسرة نفسها بتبقى على محورين. نحن بنعمل توعية بأفراد الأسرة بالحقوق والقوانين وكل الخدمات اللي بتقدمها الدولة في لولادهم. كمان احنا بنهتم ان احنا نعمل لهم ارشاد اسري ودعم نفسي وبنوفر لهم اخصائيين اجتماعيين يتكلموا معاهم ويدعموهم ويعني يدوهم كل الخبرات اللي هم محتاجينها علشان يبقوا داعمين لولادهم. عظيم جدا. دكتورة لمستوا ايه من خلال هذه المبادرة في المحافظات المختلفة؟ هل الاهالي كان عندهم قدر ولو بسيط من الوعي باحتياجات أبنائهم من ذوي الهمم؟ لأنه جزء كبير جدا من نجاحهم هو تقبل المجتمع، هو فهم المجتمع لطبيعة احتياجاتهم، وفي القلب من المجتمع طبعا والأساس هما أسرته، أسرة الشخص من ذوي الهمم. ما هو إحنا ده اللي إحنا عملناه الحقيقة، إن إحنا جبنا مقدمي الخدمة وجبنا المجتمع المدني وجبنا الأسر وقعدناهم مع بعض كلهم علشان كلهم يتشابكوا، يعني يبقى في شبك ويستفيدوا من خبرات بعض كمان. بالظبط، كل واحد يقول ايه اللي بيقدمه وايه اللي محتاجه. واكتشفنا الحقيقه ان الاسر بتبقى في حاجات كتيره هي مش عارفاها الدوله بتقدمها، يعني الدوله بتقدم خدمات ولكن الاسر يا اما مش عارفه ان في خدمه يا اما مش عارفه توصل للخدمه ازاي. فده اللي احنا عملناه، لان الحقيقه احنا بيوصلنا عبر منظومه الشكاوى، لان المجلس طبعا هو الهب اللي بيبقى مجال الاشخاص ذوي الاعاقه كلهم بيجوا لنا عشان يقدموا شكواهم عبر منظومه الشكاوى اللي احنا بنوفرها في المجلس. فاكتشفنا ان الاسر بتبقى ساعات عايزين حاجات بس للاسف هو مش عارفين الدوله بتقدمها او مش عارفين يوصلوا لها ازاي او عندهم مشكله ما اثناء تقديم الخدمه، فاحنا بنجيب مقدمي الخدمه علشان يتكلموا معاهم. لو في اي مشكله احنا وصلنا طبعا محافظات زي ما حضراتكم عارفين، مش بس القاهره والجيزه والقليوبيه، لكن احنا رحنا اسكندريه والبحيره ورحنا المنيا، رحنا اسيوط، رحنا بني سويف، رحنا الاقصر، محافظات يعني شمال وجنوب وشرق وغرب الحقيقه. عظيم جدا، يعني مهم طبعا ان احنا نكون موجودين في كل المحافظات، وزي ما حضرتك ذكرت كده على مدار سنوات كتيره مش مجرد مبادره هتنقضي في ايام معدوده. كل الشكر لحضرتك الدكتوره ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. طيب خلونا نتكلم عن موضوع تاني وندخل كده في موضوع مهم قوي، هو يمكن فرضيه الجين الواحد او الانزيم الواحد. فرضيه الجين الواحد انزيم الواحد، في دراسه اتعملت في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنهم حللوا الشفرة الوراثية لربع مليون متطوع أمريكي، اكتشفوا من خلال وجود متغيرات وراثية جديدة عليهم. ده الأمر اللي ممكن يساعد في التفسير السبب هو ليه بيحصل أو ليه بعض الناس بيصابوا بأمراض معينة في المستقبل. ده مهم جدا، وأعتقد أنه الدراسة دي هتساعد كمان المختصين في اكتشاف علاجات مبكرة لكتير من الأمراض. لكن خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون لتحليل طبعا هذه الدراسة الدكتورة إكرام فطين، أستاذ الوراثة البيوكيميائية بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نوضح للناس يعني إيه متغيرات وراثية وإزاي بيتم اكتشافها. حضرتك يعني الدراسات دي حاجات مهمة قوي. احنا عندنا مثلا أمراض وراثية كتير، واكتشفنا ان بعض الأسر فيها طفلين بنفس المرض بنفس الخطأ في التسلسل الجيني او زي ما بنقول بنفس الطفرة، انما الاستجابة للعلاج رغم انهم اخرين وفي نفس الأسرة وتحت نفس الظروف البيئية يعني العوامل البيئية كلها إلا أن الاستجابة للعلاج مختلفة في الاثنين. طب ده يرجع لإيه؟ طبعا في عوامل وراثية أخرى متداخلة بتؤدي لهذا التفاوت والتباين في الاستجابة للعلاج، وده طبعا اكتشفناه من أبسط العلاجات لأكثر الأمراض تعقيدا والعلاج. فابتدى الدراسات تتم إيه الخلفية الوراثية اللي
اللي بتؤدي أو بتساعد إن في إنسان استجابته تكون أفضل لعلاج وإنسان آخر بتكونش بيديني نفس الاستجابة. فابتدى يبقى في ديزاين للعلاج لكل مريض على حدة. بس طبعا الدراسات دي لسه قدامها وقت طويل وحضرتك شايف ده ربع مليون، ربع مليون ده عدد بسيط. صحيح. والدراسه الخبر الحقيقه اكيد الدراسه واضح فيها الخلفيه الوراثيه للربع مليون، لان امريكا متنوعه، هل هم ذات اصول افريقيه ام ذات اصول اوروبيه لاتينيه اوروبيه او حضرتك متنوعين. فاحنا مش عارفين هل في مرض معين في الاسر هؤلاء المرضى الربع مليون اللي اختاروهم، ده ما كانش واضح من الخبر. طب خلينا يا دكتور نتكلم من البداية، يعني احنا حابين نفهم من الأول شوية الطفرة الجينية اللي بتحصل دي بتحصل ازاي؟ يعني حضرتك لسه بتكلمي عن أخين يمكن في اختلاف الجينات عندهم، فالطفرة دي ازاي بتحصل في الأول؟ ودراسات كمان أشارت ان في وجود مليار متغير وراثي في المجمل، يعني ايه الكلام ده؟ حضرتك الطفرة الوراثية طالما قلنا وراثة يعني حاجة متوارثة من سنين طويلة في الأسرة، وطبعا في مصر وفي أغلبية البلاد الأساس لها زواج الأقارب، وإحنا في كل الميديا بنقول كفاية زواج أقارب. في الدراسات بتاعتنا كمركز متخصص للأمراض الوراثية 88% من المرضى نتيجة زواج الأقارب. فإذا لو إحنا قللنا من ظاهرة زواج الأقارب هتقل الأمراض الوراثية في مصر وهتقللي حجم الإعاقة في مصر. كنت مع الدكتورة إيمان كريم وهي المسؤولة عن المعاناة. طيب حديث الأمراض الوراثية هي سبب أساسي في الإعاقات الذهنية والإعاقات الجسدية، فطبعا هيقلل هذه النسب وهيقلل العبء وزارة الصحة في علاج هؤلاء المرضى. فإذا هي رسالة يجب أن نقلل من ظاهرة زواج الأقارب. أنا حتى المرضى بتوعي لما بقول لهم لازم ترجع للأسرة وتقول لها ده مرض وراثي، كفاية زواج أقارب في العيلة، مش عيب إن يكون في مرض وراثي، لكن العيب إن إحنا نخبي. بالنسبة للدراسة إحنا أكيد هنتابع تطورات ما يحدث في هذه الدراسة. كل الشكر ليكي طبعا دكتورة إكرام فطين أستاذ الوراثة البيوكيميائية بالمركز القومي للبحوث. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع لميا. شكرا لك شازلي. أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكدت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية ممثلة مصر أمام العدل الدولية ياسمين موسى على أن إسرائيل تتخذ من سبب الدفاع عن النفس ذريعة لاستمرار عدوانها ضد الشعب الفلسطيني. وشددت ممثلة مصر أمام العدل الدولية على أن الاحتلال الإسرائيلي مقيد بقوة القانون بفرض أنه احتلال مؤقت ولا يحق له تغيير طبيعة الأرض التي يسيطر عليها. وأضافت أن مصر ترى أن الاحتلال وسياسة الأمر الواقع مسألة غير قانونية وغير شرعية، كما أنها تنتهك القانون الدولي والمواثيق الدولية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن النظام الدولي فشل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب الفشل التام لآليات السلم والأمن الخاصة به. جاء ذلك خلال كلمة شكري على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين. وأكد شكري أن النظام الدولي فشل في الحفاظ على مبادئه وأعرافه، حيث يتم انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة في حرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 29,000 فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال. في الوقت نفسه شدد شكري على أهمية ضمان امتناع إسرائيل عن أي تحرك عسكري برفح من شأنه تهجير أو نقل الفلسطينيين.
وعلى هامش الفعاليات أيضا التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره السعودية فيصل بن فرحان، كما بحث شكري مع نظيره التركي هاكان فيدانا الأوضاع بقطاع غزة والملف الليبي والجهود الجارية لاستعادة الاستقرار في السودان. كما بحث الجانبان تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر وتنويع مجالاتها. وصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدد من المنازل بقطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد العشرات معظمهم من الأطفال والنساء في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على رفح ودير البلح وخان يونس. يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية بعدة مناطق بقطاع غزة، كما أعلن الاحتلال أن صفرات الإنذار دوت في مدينة إيلات ومحيطها جنوب إسرائيل. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قافلات المساعدات ويضع العراقيل أمام دخولها عبر معبر رفح. وأوضح الهلال الأحمر في بيان له أن نحو 400,000 فلسطيني مهددون بالموت جوعا في شمالي القطاع، ودعا الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي للتدخل وتكثيف المساعدات خاصة إلى مناطق شمالي قطاع غزة. قال الجيش الأمريكي إنه دمر 7 صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يهدف إلى تعزيز الأمن السبراني في مواني الولايات المتحدة، وينص المرسوم الذي أصدره بايدن على حد أدنى من متطلبات الأمن السبراني، كما يهدف أيضا إلى تحسين الإبلاغ عن الحوادث التي تطال السفن والبنى التحتية للمواني، وتوظف المواني الأمريكية 31 مليون شخص وتساهم ب 5.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، وهي نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى الولايات المتحدة. شهد معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل تعمد أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، وتعمد الشمس في هذا التوقيت على وجه تمثال رمسيس الثاني يعني الإعلان عن بداية موسم الزراعة عند القدماء المصريين في ظاهرة فلكية نادرة تحدث مرتين سنويا في 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام. مشاهدينا انتهى موجز 8 ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. من ساعتين تقريبا كان الحدث اللي بيجيله سياح من كل حتة في العالم عشان يشهدوا عظمة الحضارة المصرية بتعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل، في ظاهرة لا تزال تبهر العالم كله على الرغم من مرور أكتر من 33 قرن على هذه الظاهرة، اللي بتؤكد قد إيه كان الحضارة المصرية القديمة هي سباقة، كانوا على دراية تامة بعلم الفلك والحسابات وزوايا الانحراف عشان نصل في النهاية إلى أن يكون عندنا هذه الظاهرة بهذا الشكل. اتجهت الأنظار اليوم إلى مدينة أسوان لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل في ظاهرة لا تزال تبهر العالم رغم مرور أكثر من 33 قرناً عليها، مما يبرز التقدم العلمي الذي وصلت إليه الحضارة المصرية القديمة في مجالات الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير. في الستينيات تم نقل معبد أبو سمبل من موقعه الأصلي لإنقاذه من الغرق بسبب فيضان سد العالي في أسوان، وبعد هذا التحول تغيرت تواريخ حدوث ظاهرة تعامد الشمس، حيث كانت تحدث في السابق في 21 أكتوبر و21 فبراير، لكن بعد التغيير أصبحت تحدث في 22 أكتوبر و22 فبراير.
ظاهرة تعامد الشمس تستند إلى اكتشاف علمي قام به الفراعنة المصريون، حيث يحدث شروق الشمس من النقطة الشرقية وغروبها من النقطة الغربية تماماً في يوم 21 من مارس. كما اكتشف الفراعنة أن الشمس تمر على كل نقطة في مسارها مرتين في العام، وأن المسافة الزمنية بين هذه المرات تختلف باختلاف بعد النقطة عن نقطة الشرق. معبد أبو سمبل تم بناؤه بحيث يكون اتجاه دخول أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني من الشرق محسوباً بدقة، وكان يخطط بعناية لضبط هذا التوجيه، حيث يتغير اتجاه دخول أشعة الشمس بزاوية صغيرة يومياً. كما تخترق أشعة الشمس الممر الأمامي لمدخل المعبد لتصل إلى قدس الأقداس، حيث يحيط بها تماثيل للآلهة. تعد ظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل من المعالم السياحية الشهيرة في مصر، حيث تجذب زواراً من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بروعة هذه الظاهرة وللتعرف على التاريخ والثقافة المصرية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عبد المنعم السعيد مدير أثار أسوان والنوبة. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ بسنت، صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير على مصر كلها يا رب. يعني مشهد من أروع المشاهد اللي يمكن بنستناها كل سنة، كلمنا أكتر عن المشهد ده مع تعامد الشمس. عايز أقول لحضرتك في جو مليء بالفرحة والسرور وشمس ساطعة، جو جميل جدا زي ما تعودنا من جو أسوان بصفة عامة وفي أبو سمبل بصفة خاصة. النهاردة الحمد لله كان تعامد جميل جدا جدا نتيجة لاستعدادات بقالها أكتر من شهرين. النهاردة الحمد لله رب العالمين من نظافة ميكانيكية وكيميائية لجميع النقوش الموجودة داخل المعابد، تطوير منظومة الإضاءة بالكامل، تطوير منطقة اللاندسكيب الخارجة عن المعبد، تنظيم عالي جدا بمساعدة الجهات الأمنية والجهات المعنية سواء المحافظة وزارة السياحة والآثار، التدقيق الأمني الكامل بعد تطوير المنظومة الأمنية سهل لنا موضوع النهاردة تسيير حركة الدخول بعد توسعة المدخل بالكامل لتصبح هناك 10 بوابات لدخول الزائرين إلى منطقة معبدي أبو سمبل، حجز التذاكر أونلاين بالإضافة لتذاكر البيع الجماعي والتذاكر الموجودة في منافذ البيع أدى لتسيير حركة الزائرين. أكثر من حوالي 4000 زائر النهاردة شاهدوا هذه الظاهرة سواء داخل المعبد الكبير أو على شاشة عملاقة موجودة خارج المعبد الكبير بواسطة المحافظة. تم أيضا بث بعض الأفلام التسجيلية والوثائقية عن نقل المعبدين من خلال فترة 1964 حتى عام 1968، فلم يشعر الزائرين بأي نوع من الملل أثناء انتظار هذه الزيارة. نحن بنفتح أبواب المعبدين من حوالي الساعة 3 صباحا عشان نقدر نستوعب هذا العدد. فالحمد لله رب العالمين أشرقت الشمس النهاردة في حوالي الساعة 6:30 واستمرت لمدة 20 دقيقة. الحمد لله ما فيش أي شكوى من أي زائر رغم كثرة عدد الزائرين لمشاهدة الظاهرة بسبب النظام العالي جدا. ويمكن احنا عارفين ان الظاهرة دي قبل النقل كانت يوم 21 أكتوبر 21 فبراير، صحيح. بعد نقل المعبدين أصبحت 22 فبراير 22 أكتوبر. عايز أقول لحضرتك أستاذة بسنت النهاردة كان يوم جميل، وزي ما بيسموه في أبو سمبل عيد الشمس، فعلا النهاردة كان عيد الشمس في أبو سمبل. طيب قبل ما نتكلم برضو عن الفعاليات اللي اتعملت على هامش طبعا هذه الظاهرة، لو حضرتك توضح لي السادة المشاهدين هذه الظاهرة ازاي قدر المصريين القدماء ان هم يعملوها بهذا الشكل؟ هل كانوا على دراية بعلم الفلك والزوايا وكل هذه الامور عشان تخرج هذه الظاهرة بشكل بيجي لها سياح من كل حتة في العالم وبيستنوها من السنة للسنة؟ بالفعل يا استاذ محمد اثبتت هذه الظاهرة مدى براعة وتقدم المعماري الفلكي المصري القديم في علم الفلك وفي علم الهندسة، أن يستطيع التحكم وتطويع أشعة الشمس بعد شروقها مباشرة لتتسلل وتدخل على محور مستقيم مسافة حوالي أكثر من 60 متر لتشرق على وجه الملك رمسيس الثاني. والأكثر إعجازا يا أستاذ محمد أن الشمس بتختلف حركتها في عيد الشمس في أكتوبر وفي فبراير، يعني على سبيل المثال في أكتوبر بتبدأ الشمس تتحرك من وجه الملك رمسيس الثاني إلى المعبود رح ورختي ثم إلى المعبود أمون رع. العكس تماما في فبراير، تتحرك من وجه الملك رمسيس الثاني إلى المعبود أمون رع ثم المعبود رح ورختي، ولا تشرق على الإطلاق على وجه المعبود بتاعها آلهة الظلام رغم وجود هذا المعبود بجوار هذه المعبودات تماما ملتصقين.
فهذا هو الإعجاز الأكبر، كونه معبود الظلام، معبود العالم الآخر. فلك أن تتخيل كيف استطاع المصري القديم أن يصل إلى هذه المعجزة الفلكية التي ينتزوها العالم بالفعل، كونها ظاهرة فريدة، إنه يخلي الشمس تشرق على هؤلاء الوجوه، خاصة وجه الملك رمسيس الثاني، ولا تشرق على وجه المعبود بتاعه. فلك أن تتخيل، وده مش المجال الوحيد اللي تقدم فيه المصري القديم، مجال الطب، مجال الهندسة، مجال التحنيط. فبالفعل دي بتثبت مدى براعة المصري القديم في هذا المجال. دكتور عبد المنعم، أنا عجبني جدا جدا شرحك، أنت شرحت لي كأن أنا موجودة هناك وشايفة بعيني دلوقتي. عايزاك كمان تشرح لي ردود الفعل للسياح أول ما بيشوفوا هذه الظاهرة، بيعملوا إيه، علامات الاستعجاب، احكي لي أكتر. أكبر رد حضرتك على هذا السؤال وهذا الانتصار لما أقول لحضرتك زائر منتظر من الساعة 3 صباحا، وقبل كده كمان هو بيدخل 3، يعني جاي من الساعة 2 والساعة 1:30 أحيانا، ويقعد الفترة دي كلها ويشوف الظاهرة ولا يشكو من أي ملل. ده يدل على مدى إعجاب وإنبهار هذا الزائر. في ناس النهاردة مش أول مرة بتيجي، جات قبل كده وبتيجي مرة تانية وتالتة عشان تنبهر بهذا الإعجاز الكبير، الفلك الكبير. وعايز أقول لحضرتك من خلال الحديث مع هؤلاء الزائرين من مختلف جنسيات العالم، ويمكن دي ميزة أكبر، رواج سياحي كبير جدا. يعني كنا الأول قاصرين على بعض فئات معينة من بعض البلاد، النهاردة الحمد لله بسبب الاستقرار الأمني والقيادة السياسية الحكيمة أصبح عندنا تنوع في جميع بلدان العالم تيجي تشوف هذه الظاهرة من خلال الحديث معهم، بيدل على مدى انبهار هؤلاء الزائرين. عايز اقول لحضرتك لسه لغايه اللحظه اللي انا بكلم فيها حضرتك لسه في ناس جايه متاخره تاني عشان تستمتع بهذا اليوم الجميل، وخاصه ان الجو في هذا الوقت التوقيت على وجه التحديد جو جميل جدا ورائع جدا في ابو سمبل. امتى يا دكتور عبد المنعم تم اكتشاف هذه الظاهره، ومين اكتشفها؟ كانت حضرتك من عام 1899، كانت من احد الرحاله اللي كانت موجوده في ابو سمبل في هذا التوقيت. فكانت بالصدفه البحته، الصدفه البحته ما كانتش يعني متوقع ليها هذا الكلام. بعد كده بدا تتبعها من العالم الانجليزي جاردنر، وبعد كده بعض العلماء الالمان، وبدا بعد كده المصريين رصد هذه الظاهره وتحديدها على وجه التحديد. فمنذ هذه اللحظة أصبحت ظاهرة مستمرة لدينا. وعلى فكرة عايز ألفت نظر السادة المشاهدين إن في بعض المعابد زي مثلا معابد الكرنك ومعابد جبل السلسلة حور بحب بتحدث فيها هذه الظاهرة، ولكن ليست بهذه الدقة وليست بهذا الحجم وليست بهذه التفاصيل الموجودة في أبو سمبل. وأول ظهور لهذه الظاهرة في أبو سمبل، عشان كده مستمرة والشهرة بتاعتها موجودة في العالم كله. وأعتقد أنهم عشان يقدروا يحددوا هذه الظاهره زي ما حضرتك ذكرت انه لازم يكون في متابعه، يعني من 1899 زي ما حضرتك ذكرت كده لما اكتشفوها اول مره، لازم يتابعوها سنه بعد سنه عشان يتاكدوا بالفعل انه في هذا التوقيت تحديدا بتشرق الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني. وبالظبط ده اللي انا قلته لحضرتك يا استاذ محمد، ان كان في تتبع، لان كانت في المره الاولى بالصدفه، فكان لازم في تتبع لهذه الظاهره عشان نوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها النهارده. شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السعيد، مدير اثار اسوان والنوبه، الف شكر لحضرتك. طيب من هذه الظاهره في الحقيقه احنا كل مره بنقف عندها وبنبقى مبهورين جدا جدا من الاعجاز طبعا وصل لي المصري القديم، خلونا نرد على بعض بقى الشائعات اللي موجوده، وفي بعض المواقع يمكن تداولت شائعات حول وجود نقص في الامصال واللقاحات البيطريه المستورده، وده ترتب عليه نفوق بعض الدواجن. وزاره الزراعه نفت هذه الشائعات واكدت توافر الامصال واللقاحات البيطريه محليه الصنع بجوده عاليه، سواء من انتاج معهد الامصال واللقاحات البيطريه او طبعا التابع للوزاره، او من انتاج القطاع الخاص المصري. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذه اللقاحات، معانا على التليفون دكتور محمد سعد مدير معهد الامصال واللقاحات البيطريه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك يا استاذ محمد وعلى الاستاذه بسنت وعلى جميع الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضراتكم. يا اهلا بيك يا فندم. الامصال ولقاحات متوفره في مصر؟ الحمد لله كل الامصال واللقاحات متوفره. وبرضه عشان نوضح اكتر لحضراتكم وللساده المشاهدين ان تداول الامصال واللقاحات البيطريه في مصر بيتم من خلال الانتاج المحلي، وده من خلال زي ما حضرتك تفضلت وقلت مع بحوث الامصال واللقاحات البيطريه التابع لمركز البحوث الزراعيه ووزاره الزراعه، وكمان في ثلاث شركات قطاع خاص استثماري، ولاطمئنان برضو الجميع جميع هذه
الكيانات المنتجة سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع الخاص هي معتمدة بشهادة التصنيع الجيد الجي ام دي، وكذلك معتمدة بشهادات الايزو 17025 والايزو 9001، وده بيخلي كل الجهات دي بتنتج طبقا للمعايير والبروتوكولات القياسية العالمية لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية. طيب يعني أسعار ده إيه يا فندم؟ إحنا حضرتك اتكلمت على جودة هذه اللقاحات، الأسعار بالنسبة للمستورد كام؟ والله طبعا أقل منها بالنسبة قد إيه؟ أسعار المنتج المحلي بتقل عن المستورد بنسبة أقل من 50%، لا تتعدى قيمتها 30-40% من قيمة المستورد. وبالنسبة زي ما حضرتك قلت الفعالية والأمان هي بتتمتع بفعالية أمان على أرقى مستوى عالمي، لان كمان برضو خلينا نوضح امر هام جدا ان تداول الامصال واللقاحات البشريه في مصر له طبيعه ومنظومه مراقبه جيدا من الدوله، لان كل اللقاحات اللي بيتم تداولها سواء كانت منتجه محليه او مستورده من الخارج بيتم معايرتها في المعمل المركزي للرقابه عن التحررات الحيويه البشريه، وده معمل معتمد دوليا وبيطبق البروتوكولات وال الخاصة بمعايرة اللقاحات، وبيتم تحديثها تلقائي مع أي تحديثات عالمية بتحدث، وبالتالي كده بنضمن أن كل اللقاحات المتداولة في السوق بتبقى على مستوى أمان وكفاءة عالية جدا. عظيم. دكتور احنا إزاي بنشتغل عشان ننتج مصل أو لقاح؟ هل مثلا بنعرف خريطة الانتشار الأمراض بشكل عام في العالم كله وبالتالي نشتغل على مصل ولقاح، ولا بحسب الأمراض المنتشرة في مصر فقط فبنشتغل عليها؟ والله يا فندم خليني يعني الأول أحيي سيادتك على السؤال ده، لأن فعلا محتاجين نوضح الكلام ده للسادة المشاهدين. أولا خلينا نقول إن اللقاح هو مادة بيولوجية وليس مادة كيميائية، وبالتالي اللقاح بيبقى له طبيعة خاصة سواء كان في إنتاجه أو في تداوله أو في استخدامه. طيب بيتم تحضير اللقاح دوت وتحضير الخطة اللي بتستخدم في التحصين على أساس إيه؟ زي ما حضرتك تفضلت وقلت على أساس الوضع الوبائي في مصر، وطبعا في منظومة كاملة برعاية معالي وزير الزراعة لمتابعة الوضع الوبائي بصفة مستمرة، ولو في أي تحور بيحصل في العثرات المسببة للأمراض بيتم رصدها، وده من خلال تعاون ما بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، طبعا كلهم تابعين لوزارة الزراعة، وبيتم رصد أي وباء سواء كان خارجي أو تحور داخلي، وبيتم ده مقارنته مع اللقاحات المنتجة لو كان في حاجة إلى إضافة هذا التحور أو إضافة أي أثرات جديدة بتظهر بيتم هذا على الفور. وده ميزة إن يكون عند حضرتك في إنتاج محلي للقاحات، إنك أنت بتقدر تطور هذه اللقاحات بصفة مستمرة طبعا، وتكون حاجة مطمئنة كمان لصغار المربين في المقام الأول يعني. طبعا بالضبط كده يا فندم، وبرضه المعهد بيحاول يطور نفسه بصفه مستمره، فبنقدر ان احنا بننتج لقاحات مدمجه يعني بتحتوي على اكثر من عتره مسببه للامراض، بالطريقه دي احنا بنقدر نقلل التكلفه الاقتصاديه على الساده المربين، وفي نفس الوقت بنقلل الستريس فاكتور او الضغط اللي بقى على الطائر نتيجه كثره التحصينات. طب دكتور محمد، هل الأمصال دي بتخضع يمكن لرقابة وتفتيش من الجهات المعنية؟ ولو حصل في مخالفات إيه اللي بيحصل؟ طبعا يا فندم في رقابة دورية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تداول الأمصال واللقاحات البيطرية، ولو في أي غش في هذا الأمور بيتم عمل قضية ومحاضر، وبيبقى فيها مسؤولية كبيرة جدا على مرتكب هذا الخطأ الجسيم. طيب ايه اكثر الامراض انتشارا واللي بتشتغل عليها طبعا الوزاره عشان توفر لها الامصال واللقاحات؟ طبعا برضو خلينا ان احنا نقول ان في بعض الامراض بتتسم انها بتبقى امراض مشتركة، يعني تنتقل من الحيوان للإنسان، ودي طبعا زي أنفلونزا الطيور، زي البروسيلا، زي السعار، زي حمى الوادي المتصدع، وغيرها من الأمراض المشتركة. فالوسيلة الرئيسية لحماية الإنسان من انتقال هذه الأمراض دي هو تحصين الحيوانات ضد هذه الأمراض، وبالتالي لما هيبقى الحيوان سليم مش هتتنقل للإنسان. كمان في امراض بتؤدي الى
خسائر في الثروة الحيوانية والداجنة زي مثلا الالتهاب الشعبي وزي النيوكاسل او زي الحمى الضلعية وزي الجلد العقدي. وعلى فكرة برضو سيادتك في حملات سيادية منظمة من قبل وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون طبعا مع المعهد لتوفير حملات سيادية بجداول منتظمة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة وحماية ثروة المربين الصغيرين من ده اللي كنت هتكلم مع حضرتك فيه. بتكلم ليه عن صغار المربين يا فندم؟ عشان يعني واحد عنده رأس ماشية واحدة ده رأس ماله كله، فبالتالي ده مصدر دخله. فهل المربين بشكل عام بقوا على علم بأكثر الأمراض انتشارا بأعراضها وبالتالي يتوجه للحصول على المصل أو اللقاح؟ بالضبط يا فندم. طبعا زي ما سيادتك قلت ان بالنسبه للمربي الصغير ثروته في الحيوان اللي عنده، فبيبقى في حرص منه على ان هو ينتظم في هذه الحملات السياديه. وفي نفس الوقت برضه في توجيهات من معالي الوزير بضروره عمل حملات ارشاديه للساده المربين الصغيرين وتوجيههم بمواعيد التحصين، وبيقوم بالكلام دوت مديريات الطب البيطري. واسمح لي برضو اوجه الشكر والتقدير لزملائنا الاطباء البيطريين اللي متواجدين في المديريات، لان هم فعلا بيجدوا ويتكبدوا تعب كبير جدا للوصول للساده المربين علشان يقدروا ان هم يحصلوا لهم الحيوانات ويقوموا بالجانب الارشادي والوقائي ليهم من خلال الوحدات البيطريه ومديريات الطب البيطري. طب دكتور محمد، هل المعهد او الوزاره رصدت اي نقص في الامصال واللقاحات البيطريه؟ ولو في نقص هل بيتم ضخ يمكن كميات اضافيه؟ بالظبط كده سيادتك، الحمد لله ما فيش اي نقص موجود واللقاحات متوفره. يعني بالنسبه للمعهد احنا عندنا طبعا منفذ بيع رئيسي للمعهد في المقر هنا في العباسيه بالقاهره، بالاضافه ان احنا عندنا 20 منفذ بيع للأمصال واللقاحات البيطرية في المعامل الفرعية الخاصة بمعهد مصر الحيوان في مختلف محافظات مصر من الشرق والغرب والشمال والجنوب. يعني بنوصل لأقصى الصعيد لحد أسوان وسوهاج، وبنوصل للناحية الثانية لحد مرسى مطروح والإسماعيلية ودمياط وكل المحافظات. وفي نفس الوقت متداول الأمصال واللقاحات البيطرية من خلال الصيدليات البيطرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. طيب دكتور محمد، انا عايز اسال حضرتك سؤال. هل دلوقتي واحنا بنتكلم عن اننا بننتج امصال ولقاحات في مصر، هل ده مثلا مؤشر لاننا نحقق اكتفاء ذاتي من الامصال واللقاحات قريبا، وبالتالي نستغنى بقى عن مساله الاستيراد من الخارج بما ان عندنا امصال ولقاحات وحاصله على شهادات الاعتماد والجوده وفعاله بنفس درجه المستورد؟ والله طبعا يا فندم ان شاء الله ده هيتم، وخصوصا ان في مصانع ثانيه لانتاج الامصال واللقاحات البيطريه بيتم تجهيزها الان عشان تدخل الخدمه في وقت قريب. في نفس الوقت كمان برضه عايز اطمن سيادتك والساده المشاهدين ان اللقاحات مثلا الخاصه عندنا هنا في المعهد احنا مسجلينها في دول عربيه افريقيه وبنقوم بالتصدير لهذه الدول. يعني احنا بنصدر للامارات وبنصدر للكويت وللسودان وسلطنه عمان وبعض من الدول العربيه والافريقيه الاخرى، والناس بتثق جدا في منتجاتنا لجودتها العاليه، وزي ما حضرتك قلت لي ان هي حاصلين على شهادات الاعتماد اللي بتؤهلنا لانتاج اللقاحات على ارقى مستوى عالي. طيب احنا بنطمن الساده المشاهدين لا يوجد نقص في الامصال واللقاحات سواء المستورده او المحليه، وفي حال وجود اي نقص بتم او الوزاره بتقوم بضخ كميات مناسبه، ولم يتم رصد اي حالات يعني من النقص من الامصال واللقاحات، ودي يمكن كانت الاشاعات وكنا بنرد عليها النهارده. سيدة مهم جدا طبعا، كل الشكر لحضرتك دكتور محمد سعد مدير معهد الامصال واللقاحات البيطريه، وفي كلامه زي ما حضرتك شفته كده بيقول ان احنا بدأنا ننتج وبالفعل حاصلين على شهادات الجودة وهنوسع في الانتاج والقطاع الخاص داخل في الموضوع إن شاء الله ربنا يكرم، وخلال الفترة اللي جاية نتوسع أكتر وأكتر فبالتالي تزيد الأمصال واللقاحات تصنيع محلي، نستغني بقى تماما عن المستورد، المعروض منها يزيد في مصر. وزي ما قال كمان زي ما سمعنا بس دلوقتي إن احنا بدأنا بالفعل بنصدر لدول كتيرة، فالمعروض يزيد في مصر وبالتالي كمان سعرها يكون أرخص بالنسبة طبعا لصغار المربي. إذن يعني بنطمن مشاهدينا. هنروح دلوقتي الفاصل السريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم، وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.
ونبدأ نشرتنا مع اتحاد الكرة اللي أعلن تعيين أسامة نبيه مدير فني لمنتخب 2007 وشريف عبد الفضيل مدرب عام ضمن القرارات اللي أصدرها اتحاد الكرة. وضم تشكيل جهاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 محمد عمر عبد النور مدرب مساعد وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى. كمان أسند الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة تدريب منتخب 2009 لحسين عبد اللطيف وبيعاونه عبد الستار صبري في منصب المدرب العام وأمير عبد الحميد لحراس المرمى وكريم أيمن مدرب مساعد. محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك بدأ عملية التأهيل من الرباط الصليبي وفق البرنامج المخصص له من طبيبه المعالج وتحت إشراف الجهاز الطبي للنادي. بعثة الأهلي وصلت غانا استعدادا لمواجهة مديامة الغاني يوم الجمعة اللي جاية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. منتخب تنس الطاولة سيدات اتأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للفرق في كوريا الجنوبية بعد فوز منتخب سيدات تنس الطاولة على منتخب تشيلي في مباراة دور الـ 32 من البطولة بنتيجة 3-0. وريال مدريد الإسباني أعلن عودة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لخوض تدريبات الجماعية للمرة الأولى من أوائل شهر أغسطس اللي فات بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي خلال تدريبات ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الحالي. ونادي النصر السعودي تأهل لربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعد ما كرر فوزه على فريق الفيحاء بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات إياب ثمن نهائي البطولة. كمان فريق ليفربول فاز على لوتون تاون بنتيجة 4-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي. وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة وتواجد فريق لوتون تاون في المركز 18 برصيد 20 نقطة. كمان نادي أرسنال الإنجليزي خسر أمام فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بينهم على ملعب الدرجاو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبتقام مباراة الإياب يوم 3-12 مارس على ملعب أرسنال. فريق نابولي اتعادل مع فريق برشلونة بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب دييغو أرماندو مارادونا وده ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. كده خلصت نشرتنا الرياضية ومرة تانية نرجع لباسانتو شازلي نكمل معهم فقرتنا. شكرا ليك يا لميا. طبعا امبارح كان في مباريات مهمه في الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا. فاز نادي ليفربول على لوتون تاون برباعيه 4-1 بيعزز طبعا صدارته للدوري الانجليزي. اما في دوري ابطال اوروبا فتعادل فريق برشلونه الاسباني مع نابولي الايطالي بنتيجه 1-1. كمان حقق فريق بورتو البرتغالي الفوز على نادي ارسنال الانجليزي بهدف وحيد في الدقيقه 94. خلونا نتكلم اكتر عن هذه المباريات مع النقد الرياضي امير نبيل اللي منورنا النهارده في استوديو. صباح الخير. صباح الخير عليك يا امير. صباح النور استاذ شاذلي، تحياتي لكم. يا اهلا بيك. يعني كلمنا الاول عن فوز ليفربول على لوتون تاون ويمكن تحويل التاخر ده في الاخر خالص بهدف للفوز برباعيه. وبالتاكيد طبعا كانت مباراه مهمه بالنسبه لليفربول، شايفين المنافسين تحديدا مانشستر سيتي وارسنال مستمرين في تحقيق الانتصارات، فعشان كده بيزيد الضغط على المتصدر ليفربول ان هو يواصل صدارته يواصل تعزيز مكانته في قمه الترتيب. امبارح ليفربول بقياده مدربه يورجن كلوب بيخوض المباراه. يمكن فريق لوتون تاون من الفرق اللي بتنافس على البقاء او يعني مش حظوظها كبيره في المنافسه على مراكز متقدمه، ولكن طبعا الظروف اللي بياخد فيها او اللي خاض فيها ليفربول المباراه اكيد كانت صعبه، فقدان العديد من العناصر المهمه، بنتكلم عن طبعا في مقدمتهم نجم الفريق وهدافه نجمنا المصري محمد صلاح اللي كان معروف ان هو بنسبه كبيره ما كانش هيلحق المباراه بعد الاصابه الطفيفه اللي تعرض ليها في مباراه برينتفورد السابقه. طبعا هل دي نفس الاصابه طيب ولا دي اصابه اخرى؟ لا هي اصابه اخرى بس اصابه يعني حسب تشخيصها
حسب مصادر انجليزيه ان هو مش قويه، ولكن طبعا تم تفضيل ان هو ما يبقاش موجود رغم ان هو كان تم اعلان ان هو موجود في السكواد او القائمه بتاعه المباراه دي، ولكن طبعا هي اصابه مش كبيره ومش مؤثره. لكن طبعا عارفين ان ليفربول عنده مباراه هامه، المباراه القادمه امام تشيلسي في نهائي كاس رابطه الانجليزيه، فبالتالي كان مهم انه يبقى ضمان جاهزيته طبعا الى جانب العناصر. احنا عايزين نطمن عليه اكتر، يعني اصابتين ورا بعض ايه السبب في ده؟ هو طبعا الفتره الحاليه فتره ضغط كبير جدا بالنسبه للدوري الانجليزي، لكن بالنسبه لي محمد صلاح العائد من الاصابه بالتاكيد اي لاعب عائد من الاصابه بيبقى عليه السبوت اكتر ان هو هل هيتعافى بشكل سليم، لكن هو شارك بشكل طبيعي في مباراه برينتفورد وسجل هدف وصنع اخر، فبالتالي كان بالنسبه له على مستوى الاداء ما كانش فيه اي شعور بالالم، ولكن ربما تكون هناك شكوى عضليه او اصابه عضليه ما. طبعا المجهود البدني المبذول في بالنسبه للاعب عايز ان هو يرجع بسرعه وعايز ان هو يبقى موجود في الاصوات مره اخرى وعايز يبقى مساهمته التهديفيه ما تتاثرش بشكل الكبير، لان طبعا ارقامه بتتحدث عن نفسها بالنسبه لمحمد صلاح، فبالتالي ممكن يكون ادى الى اجهاد عضلي او اصابه طفيفه. لكن طبعا فضل يورجن كلوب وليفربول ان هو ما بقاش موجود في مباراه لوتن تاون، والحقيقه قدر ان هو اللعيبه اللي موجوده ان هي تعوض غياب مش بس صلاح، بنتكلم عن داروين نونيز، بنتكلم عن دييغو جوتا، سوبوسلاي، ترينت الكسندر ارنولد، عديد من اللعيبه اللي غايبه عن ليفربول وكانت مؤثره بالتاكيد، ولكن قدر ان هو يحاول تاخره بهدف الى الفوز برباعيه. كان في شراسه هجوميه كبيره من ليفربول خاصه في الشوط الثاني، قدر ان هو يستغل الفرص التهديفيه المتاحه له. يمكن كان في قلق شويه من ان ممكن السيناريو المباراه يسير بالواحد صفر بالنسبه للوتن تاون ويقدر ان هو يخطف فوز او على الاقل نقطه صعبه من ليفربول، ولكن الامور بتبقى صعبه على اي منافس في انفيلد ان هو يقدر يخرج بنتيجه ايجابيه. طب يعني مانشستر سيتي يمكن ضايق الخناقه شويه على ليفربول، كلمنا عن ترتيب الدوري الانجليزي دلوقتي عامل ازاي ومين الاقرب للفوز باللقب؟ وبالتاكيد طبعا يعني يمكن الموسم ده استثنائي شويه بالنسبه لصراع الصداره، بنتكلم عن الفارق القليل قوي ما بين المنافسين، نقطه تقريبا منافسين صحيح، يعني كان المعتاد في السنوات اللي فاتت، يمكن السنه اللي فاتت ارسنال ومانشستر سيتي، ليفربول ما كانش قريب قوي من المنافسه، قبل كده ليفربول ومانشستر سيتي، قبل كده ليفربول ومانشستر سيتي، فمستمرين في نفس النهج ده. السنه دي منافسه ثلاثيه، فده يمكن بيزود الاثاره شويه في البريمير ليج او النسخه الحاليه من الدوري الانجليزي. يمكن الصداره بالنسبة لليفربول 60 نقطة، بعد منه يمكن هو لعب مباراة أكثر من منافسيه، مانشستر سيتي 56، أرسنال 55، بعد كده بنتكلم في أستون فيلا 49، وبعد كده بقية الترتيب توتنهام ومانشستر يونايتد يمكن بعاد شوية عن المنافسة عن المناطق الصدارة أو الثلاثي ده تحديدا. المباريات القادمة هي اللي هيبقى فيها يمكن شهر مارس تحديدا هيبقى فيه مواجهات قوية بالنسبة للأندية الثلاثة المتنافسة على صدارة الترتيب، لأن ليفربول هيواجه مانشستر سيتي، أرسنال هيواجه مانشستر سيتي، فبالتالي هتبقى الفرص كبيرة بالنسبة لأي فريق منافس إن هو يتخطى الاختبارات دي يعزز موقعه في الترتيب، لأن فقدان أي نقاط في المرحلة الحالية هيبقى صعب جدا تعوضه. صحيح. طب هل تتوقع إن يورجن كلوب قادر إن هو يفوز باللقب هذه النسخة؟ هو الحالة اللي في ليفربول بشكل عام تمهد لده. ليه؟ لأن طبعا هو أعلن طبعا من أسابيع إن هو خلاص ختم يعني مش هيجدد آخر موسم له مع ليفربول، وإن هو عايز يقضي فترة راحة بعيدا عن كرة القدم، فبالتالي في شغف عند اللعيبة نفسهم، وده يمكن في تصريحاتهم في كل مناسبة إن بيتكلموا عن إن هم عايزين يبقى وداع مثالي بالنسبة ليورجن كلوب، فبالتالي في قتال على الفكرة دي. الغريب بقى إن إحنا لما كنا نسمع الكلام ده عندنا مثلا إن في مدير فني أو في مدرب هيسيب فريق ويمشي يقول لك إيه؟ الفرقة وضعها مش مستقر. هتنهار. هتنهار وضعها مش مستقر. صحيح. لكن على النقيض احنا بنشوف ليفربول يعني لا طبعا مش احسن من كده يعني. هي طبعا بتختلف ثقافة اللاعبين، ده حاجة أساسية، ولكن برضو في نقطة تانية مهمة إن اللي حققه يورجن كلوب مع ليفربول يستحق إن هو يبقى ختام مثالي بالنسبة لمسيرته، يعني حقق دوري الأبطال، حقق الدوري الإنجليزي الغائب منذ سنوات كبيرة عن ليفربول، حقق كأس العالم للأندية، يعني كتير من البطولات اللي كانت مهمة بالنسبة لليفربول، ويعني إدى شخصية للفريق كانت غايبة عنه بقالها سنوات يعني. فده يمكن ده اللي بيزيد من أهمية فكرة المشهد الوداعي بالنسبة ليورجن كلوب، ويمكن برضو بعض التقارير اللي بتكلم عن المحطة القادمة ليورجن كلوب ابتدت تزيد شوية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ما يمكن بايرن ميونخ الألماني أعلن أن مدربه توماس توخيل هيرحل بنهاية الموسم الحالي، ولكن كان في تأكيد من وكيل يورجن كلوب أن هو متمسك بفكرة الراحة لمدة عام بعد نهاية عقده مع ليفربول، عشان كده يعني فكرة أن هو
يقاتل على لقب البريمير ليج تحديدا الموسم ده. يمكن ليفربول الفريق الوحيد المستمر في كل البطولات، يعني لسه عنده بعد مباراه تشيلسي في كاس الرابطه الانجليزيه او نهائي كاس الرابطه اللي في ويمبلي، عنده ولفرهامبتون في بطوله كاس الاتحاد الانجليزي في دور ال 16، فبالتالي عنده فرصه ان هو يحقق اكتر من بطوله، مستمر في بطوله الدوري الاوروبي، فعشان كده برضو الامور بالنسبه له ممكن تبقى موسم مثالي. فده يمكن اللي بيزيد بعض المشاكل. المدربين كده بيرتبط النوادي باساميهم، تبقى هي الفتره الذهبيه، يعني زي مثلا مانشستر يونايتد مع السير اليكس ما رجعش تاني ابدا، مان يونايتد ما رجعش تاني بعد السير اليكس كان جولدن ايرا زي ما بيقولوا عليها، او الفتره الذهبيه. فاحنا متحمسين قوي نشوف الموسم ده مع يورجن كلوب هيبقى عامل ازاي. طيب خلينا نروح لحاجه تانية، وهي مباراة برشلونة مع نابولي الإيطالي. شفت إزاي المباراة دي ومين أقرب لإنهائي؟ ويمكن نابولي بعد الفترة الذهبية اللي عاشها وتتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع سباليتي كانت يعني برضو حقبة مهمة جدا في تاريخ هذا النادي، لكن الحقيقة الأمور يعني مش بنفس القوة بالنسبة للفريق الجنوب الإيطالي، لسه مش بنفس التأثير اللي كان عليه الفترة اللي فاتت، حتى على مستوى المنافسة في السيريا في السنة دي الامور بعيده شويه بالنسبه لنابولي، فبالتالي كان متوقع ان الامور تبقى صعبه بالنسبه لنابولي امام فريق زي برشلونه، فريق يعني عنده طموح ان هو يعود مره اخرى للمنافسه بشكل كبير. زي ما اتكلمنا عن توخيل ونهايه مشواره مع بايرن، او يمكن الاقرب النموذج الاقرب كلوب، وان هو اعلن بنفسه ان هو هيرحل عن ليفربول، نفس القصه بالنسبه لتشافي مع برشلونه، برضو عايز يبقى برضو بالنسبه له وداع مثالي. فعشان كده يمكن شفنا برشلونه كان افضل في كتير من الامور، في حتى الاحصائيات بتاعه المباراه بنتكلم على 12 تسديده لبرشلونه مقابل 6، والسته دول في الشوط الثاني بس بالنسبه لنابولي اللي ابتدى يستفيق، لكن اجمالا ما فيش غير تسديده واحده فقط بين القائمين والعارضه بالنسبه لنابولي هي اللي سكنت الهدف. بخلاف ذلك يمكن برشلونة أتيحت له فرص. هل كان قادر أنه يفوز؟ برشلونه كان قادر طبعا على الاقل يحتفظ بالهدف اللي سجله ليفاندوفسكي، ويمكن ده هدف برضه يحمل كتير من الارقام المهمه بالنسبه ليفاندوفسكي، اول هدف منذ اكثر من 1000 يوم بالنسبه لبرشلونه على مستوى الادوار الاقصائيه ودور ال 16 من دوري ابطال اوروبا، ويمكن اصبح اكبر لاعب يسجل في الادوار الاقصائيه لبرشلونه بعد ليونيل ميسي، كسر رقم ليونيل ميسي اللي كان 33 سنه، ليفاندوفسكي الان 35 سنه وبيسجل في الادوار الاقصائيه، وايضا عزز رقمه الشخصي في قائمه الهدافين التاريخين لدوري ابطال اوروبا 93 هدف بتفوق، بيوسع الفارق ما بينه وما بين كريم بنزيما، لكن طبعا الصداره بعيده شويه بالنسبه لهدافي دوري ابطال اوروبا 140 هدف لكريستيانو رونالدو، صعب ان حد يوصلها خاصه في عمر ليفاندوفسكي 35 سنه، لكن بشكل عام برشلونه كان قادر ان هو يخرج بنتيجه افضل من كده، ويمكن ده اللي اتكلم عليه تشافي المدير الفني لبرشلونه بعد المباراه، ان هو قال ان احنا تعاملنا يعني ببعض الامور ما كانتش جيده في الدفاع، وان كان ممكن يحتفظ بنتيجه افضل من كده، لكن طبعا حتى 1-1 خارج ملعبه نتيجه ليست سيئه، ولكن هو كان عايز يحسم الامور مبكرا من مباراه الذهاب. طيب هل طبيعي ان ارسنال يخسر من بورتو البرتغالي؟ لا ده طبيعي. مش طبيعي، يعني يمكن انا بصفتي من مشجعي ارسنال زعلان من النتيجه، خصوصا ان مباراه يعني مباراتي ارسنال على مستوى الدوري الانجليزي يمكن ويست هام ثم برينتفورد في المباراتين الماضيتين 6 امام ويست هام ثم 5 امام بيرنلي، نتائج كبيرة وفي شراسة هجومية كبيرة بالنسبة لأرسنال، امبارح ما فيش أي محاولات هجومية يعني تذكر، يعني ده يمكن من الأرقام السلبية إن ما فيش تسديد على مرمى بورتو في طوال 90 دقيقة، يمكن ده اللي اتكلم عنه أيضا أرتيتا مدرب أرسنال، قال إن احنا ما تعاملناش بالجودة الكافية إن احنا نقدر يعني نبقى ند قوي في هذه المباراة، واستغل ده بورتو، يمكن كان له فرصة محققة ضايعة في الشوط الأول اللي ضاعت بغرابة شديدة أمام من المرمى، ولكن في الوقت القاتل قدر ان هو يسجل هدف للفوز، ولكن هي نتيجه مش حاسمه بالنسبه لبورتو طبعا، هدف مقابل لا شيء، لكن التوقعات كانت بتشير ان ارسنال عنده افضل من كده، كان ممكن يقدم افضل من كده، خاصه في الايقاع ارسنال في الفتره الاخيره مرتفع وبيقدم مباريات كبيره، عنده لعيبه كبيره كتيره متالقه، بنتكلم على مارتينيلي على ساكا على تروسارد على ديكلان رايس، عديد من اللعيبه اللي حتى عندها شغف تهديف انها بتقدر توصل للمرمى، من مميزات ارسنال انه
ما بيعتمدش على لاعب واحد او اثنين في التسجيل، عنده لعيبه كتير عندها القدره على التسجيل، اوديجارد كتير بيحل من المواقف المعقده، فبالتالي كان غريب شويه ان احنا نشوف ارسنال بعيد عن الشكل المعتاد له في دور 16. جايز او من الوارد انه يبقى رهبه العوده للادوار الاقصائيه في دوري الابطال، يمكن بعد غياب طويل نتكلم من موسم 2016 2017 بعد كده يمكن غياب عن بطوله دوري ابطال اوروبا، فبالتالي الوصول للادوار الاقصائيه والخوف من فكره الاقصاء المبكر، زائد ان ارسنال طبعا الصراع على جبهتين دوري الابطال والدوري الانجليزي برضو بيشكل ضغط على اللعيبه، وان كان طبعا يعني كان المفروض ان احنا نشوف صوره افضل من كده. طب رايك في اداء بورتو البرتغالي ايه؟ يعني ممكن يتأهل للربع النهائي، ممكن نشوفه أكتر من كده كمان، رأيك؟ هو يمكن بورتو تعامل مع المباراة بواقعية شديدة، حرم أرسنال من أن هو يمتلك خطورته المعتادة، لأن أرسنال ستايل لعبه أن أنا أستحوذ على الكرة وابتدي أخلق فرص تهديفية، بيلعب في مساحات أوسع، لكن بورتو يمكن كان في قوه دفاعيه في التعامل مع كثير من المواقف، كان بيخلي الفرص اللي بتوصل للثلث الهجومي لارسنال فرص يعني ما فيهاش اي خطوره، بيتعامل معها بالشكل الدفاعي الامثل بالنسبه للفريق البرتغالي. بورتو على ملعب دراجاو ملعبه بيبقى قوي، بيبقى ند، بيبقى منافس شرس، وبالتالي قدر ان يستغل كل العوامل دي ويخلي الامور في مصلحته. صحيح ان الهدف اللي سجله هدف متاخر جدا، ولكن في النهايه قدر يخرج بنتيجه يعني جيده بالنسبه له، لكن ليست الافضل، لكن طبعا الامور ستكون مختلفه تماما في ملعب الامارات، هتبقى الامور صعبه بالنسبه للفريق البرتغالي اللي يمكن برضو بمناسبه الارقام القياسيه يمكن حقق رقم قياسي بالنسبه لمدافعه بيبي اللي شارك بعمر 40 سنه و360 يوم، اكبر لاعب شارك في الادوار الاقصائيه بالنسبه للفريق. طيب من اداء الفرق وتوقعاتك برضو ايه الفرق اللي هتصل للربع نهائي البطوله؟ هو طبعا لسه نتائج ما نقدرش نقول انها حاسمه، لكن في فرق الاصحاب الخبرات في هذه المراحل البطوله يمكن حامل لقب مانشستر سيتي بالتاكيد، يعني مهمته مش هتكون صعبه قوي في يعني تكرار فوزه وتاهل لدور الثمانيه، نفس القصه بالنسبه لريال مدريد برضو قدر انه يحقق نتيجه ايجابيه، باريس سان جيرمان اعتقد عنده فرصه كبيره ان هو يواصل رحلته في البطوله، اعتقد ايضا ممكن برشلونه بحكم النتيجه الإيجابية اللي حققها في مباراة الذهاب، نفس القصة بالنسبة يمكن أرسنال الأمور مش صعبة ولكن يعني مش مستحيلة، يعني بالنسبة لي يعني دي المباريات يمكن النماذج الأبرز بالنسبة للمرحلة الحالية من البطولة. إنتر ميلان يمكن الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نتيجة برضو مش حاسمة بشكل كبير، ولكن قد نرى الأمور مختلفة في أسبانيا، عشان كده دايما كتير من الفرق بتسعى أن هي تحقق نتيجة حاسمة أو نتيجة كبيرة في مباراة الذهاب، ولكن ده مش وارد قوي في بطولة كبيرة زي بطولة دوري أبطال أوروبا أن فريق يكسب بفارق كبير من الأهداف في الأجواء بشكل عام. يعني طب النهارده كمان هيلعب انتراخت فرانكفورت اللي بيلعب فيه عمر مرموش في المباراه الفاصله في دوري المؤتمر الاوروبي، شايف ازاي ايه اللي ممكن يحصل النهارده؟ او يمكن مرموش نفسه اتكلم عن مشاركته في مع انتراخت فرانكفورت في هذه البطوله، واكد انه طموحاته ان هو يتاهل للمرحله التاليه من البطوله. مرموش يمكن بيقدم مستويات جيده جدا في هذا الموسم مع فرانكفورت، يعني بتخليه عنده طموحات اكبر مع الفريق، مش بس على مستوى احتلال ترتيب يعني مرتفع او متقدم في البوندسليغا، ولكن ايضا ليه لا ان هو ما يكملش في بطوله اوروبيه قد يصل فيها الى مراحل اكتر من كده. يمكن شفنا البطولات الاوروبيه بعيدا عن دوري ابطال اوروبا، الدوري الاوروبي ودوري المؤتمر الاوروبي بيبقى فيها سمه مشتركه ان كل الفرق عندها نفس الطموح، ما فيش افضليه الفريق على حساب اخر. يمكن بطوله زي دوري المؤتمر الاوروبي يمكن الفريق المنافس القوي الوحيد هو فريق اياكس امستردام الهولندي، غير كده ما فيش فرق كبيره تقدر تقول ان هي عندها يعني افضليه عن اياكس. نفس القصه بالنسبه للدوري الاوروبي، الامور متاحه بالنسبه لي كتير من الفرق انها تتاهل عن المرحله الفاصله بانتظار طبعا مواجهه الفرق الاخرى اللي تنتظر الفرق المتاهله عن دور خروج المغلوب. مباريات يمكن شيقه في الفتره الجايه. اكيد بكل طبعا. تأكيد احنا بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا الناقد الرياضي امير نبيل، شرفتنا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء مع لميا، تفضل يا لميا. شكرا لك باسنت. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
قال المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني ضياء رشوان إن العمل المكثف للحوار الوطني حول الملف الاقتصادي سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال 10 أيام. وأضاف رشوان أن الحكومة ستكون شريكة على مائدة الحوار الوطني خلال الجلسات القادمة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء مباشرة بشكل كامل وستخرج بنتائج محددة، وموضحا أن الملف الاقتصادي ومناقشته ستتم بالحلول القصيرة الأجل. قال وزير الخارجية سامح شكري إن النظام الدولي عجز عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب الفشل التام لآليات السلم والأمن الخاصة به. وأكد شكري خلال كلمة على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين أنه يتم انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة في حرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 29,000 فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال. في الوقت نفسه شدد شكري على أهمية ضمان امتناع إسرائيل عن أي تحرك عسكري برفح من شأنه تهجير أو نقل الفلسطينيين. التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين حيث بحث تطورات الأوضاع الخاصة في قطاع غزة، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية. وصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدد من المنازل بقطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد العشرات معظمهم من الأطفال والنساء في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على رفح ودير البلح وخان يونس. يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية بعدة مناطق بقطاع غزة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قافلات المساعدات ويضع العراقيل أمام دخولها عبر معبر رفح. وأوضح الهلال الأحمر في بيان له أن نحو 400,000 فلسطيني مهددون بالموت جوعا في شمالي القطاع. ودعا الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي للتدخل وتكثيف المساعدات خاصة إلى مناطق شمال قطاع غزة. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن شخصين قتل وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار. من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على 3 شبان بزعم إطلاقهم النار على الجنود في المكان. قال الجيش الأمريكي إنه دمر 7 صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية إن صواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يهدف إلى تعزيز الأمن السبراني في موانئ الولايات المتحدة. وينص المرسوم الذي أصدره بايدن على حد أدنى من متطلبات الأمن السبراني، كما يهدف أيضا إلى تحسين الإبلاغ عن الحوادث التي تطال السفن والبنى التحتية للموانئ. وتوظف الموانئ الأمريكية 31 مليون شخص وتساهم ب 5.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، وهي نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى الولايات المتحدة.
شهد معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني. وتعامد الشمس في هذا التوقيت على وجه تمثال رمسيس الثاني يعني الإعلان عن بداية موسم الزراعة عند القدماء المصريين في ظاهرة فلكية نادرة تحدث مرتين سنوياً في 22 من شهر أكتوبر و 22 من فبراير من كل عام. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية، ويمكن اتكلمنا في بداية الحلقة النهاردة مع حضراتكم عن المرافعة التاريخية اللي مصر قدمتها امبارح أمام محكمة العدل الدولية، وكشفت فيه عن السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلي والجرائم اللي بترتكبها في قطاع غزة. كمان فضحت كل مخططات الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. ده طبعا استكمالا يا بسنت لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ. هنتكلم دلوقتي مع حضراتكم عن ردود الفعل الدولية على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية والدور التاريخي المصري في دعم القضية الفلسطينية، مع ضيفنا اللي منورنا فيه الاستوديو الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح الخير. اهلا بيك يا دكتور محمود. ازاي في البداية حضرتك تابعت مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وكمان الإشادة وردود الفعل حول هذه المرافعة؟ خليني قبل ما اتكلم عن الموضوع اتكلم عن الشخص اللي أنا رأيي إن هو بيمثل مؤسسة عريقة ومؤسسة تدينا ثقة في قد إيه مؤسسات الدولة المصرية مؤسسات قوية، مؤسسات فيها ناس مؤهلين، ناس كوادر. خلينا نتكلم عن بنت مصر ياسمين موسى اللي عرضت المرافعة واللي أبهرت يعني كل من تابع هذه المرافعة سواء المصريين أو غير المصريين. واللي بتعكس من وجهة نظري أن هناك مؤسسة عريقة وقوية اسمها الخارجية المصرية. على مر الزمان بتقدر تطلع كوادر وبتقدر تطلع ناس يعبروا عن الموقف المصري بشكل يعني بشكل متحضر وبشكل علمي وبشكل وطني وبشكل رائع ومبهر. يعني خلينا نقول أن اللي حصل جزء منه لأن القضية الفلسطينية في وجدان مصر منذ قديم الأزل، يعني احنا من 48 واحنا بنحارب للقضية الفلسطينية، فهي جزء ملتصق بكل وجدان المصريين على مختلف تخصصاتهم وشمل. عشان كده ممكن كانت ياسمين موسى يعني متألقة، ممكن يعني طبعا الكفاءة والأداء باين بشكل كبير. الـ طبعا مصر هي اللي طلبت ان يبقى ليها مرافعه شفويه في محكمه العدل الدوليه، وقدرت مصر ان هي تعبر عن القضيه بشكل كبير. طيب قبل ما نكمل، احنا دلوقتي معانا تقرير عن ياسمين موسى، طبعا المستشاره القانونيه حضرتك كنت بتتكلم عنها، مستشاره قانونيه لمكتب وزير الخارجيه. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير، وزي ما كان دكتور محمود بيقول تلقت اشاده كبيره جدا وكل الناس كانت بتتكلم عنها امبارح على السوشيال ميديا عن ادائها كمان في هذه المرافعه. هنشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع الدكتور محمود مسلم. مثلت المستشارة القانونية الدكتورة ياسمين موسى الدولة المصرية في جلسة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال مرافعتها في جلسات استماع حول الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، مع عرض الواقع الذي يعانيه الفلسطينيون منذ 75 عاماً. The Middle East region yearns for peace and stability and a just, comprehensive and lasting resolution to the Palestinian-Israeli conflict based on the principles of international law and the establishment of a viable Palestinian state on the pre-1967 lines with East Jerusalem as its capital. The legal determination by the court in the present advisory opinion is indispensable to guide the General Assembly and the international community to achieve this objective. ترافعت ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية وهي تتولى منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري وأحد أعضاء مكتب وزير الخارجية. تعد الدكتورة ياسمين موسى من أبرز المصريات في مجال القانون الدولي، فضلاً عن مشاركتها الواسعة في المحافل الدولية من قبل. ونشأت ياسمين موسى في مصر ودرست القانون في جامعة عين شمس، ثم أكملت دراستها العليا في جامعة القاهرة قبل أن تحصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.
عملت كمستشارة قانونية بمكتب وزير الخارجية، وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية حول القانون الدولي وحقوق الإنسان، كما ساهمت في إعداد التقارير الدولية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، وكانت مستشارة بالوفد المصري في جنيف. ومنذ عام 2014 إلى 2016 كانت أستاذة مساعدة في القانون بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وقامت بتدريس القانون الدولي العام، كما أشرفت على القانون الدولي في كلية المجدلية وكلية سان أدموند في جامعة كامبريدج البريطانية. الدكتورة ياسمين موسى تولت العديد من المناصب خارج وداخل مصر، وقبل عام 2019 كانت السكرتيرة الأولى للشؤون الإنسانية والقانونية في بعثة مصر الدائمة إلى الأمم المتحدة في جنيف، وذلك وفقاً للموقع الرسمي لمركز جنيف للتحكيم الدولي التابع للأمم المتحدة. وقبل توليها هذا المنصب تولت العديد من المناصب المختلفة في مصر، وعملت في وزارة الخارجية المصرية، ثم حصلت على منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري. يعني تاريخ مشرف وتمثيل مصر في المحافل الدولية. طبعا ياسمين موسى شرفتنا كلنا امبارح واحنا بنتفرج على هذه المرافعة، مكملين كلام مع دكتور محمود مسلم. دكتور، يعني شايف المرافعة نفسها كانت عاملة ازاي امبارح؟ شفتها ازاي؟ انا يعني نقدر نعرفها من ردود الافعال. اولا كل مصري تابع هذه المرافعة شاف ان ياسمين بتعبر عنه، بتعبر عن وجدانه، بتعبر عن ضميره، بتعبر عن الإنسانية. ردود الأفعال الدولية والعربية يعني رائعة، تدل مصر قدرت ان هي لان انت حضرتك عارفة طبعا محكمة العدل الدولية الكلام ما بيبقاش سياسي اكتر منه قانوني، فهي عرفت تلخص التجاوزات وترجمها لتجاوزات قانونية بألفاظ قانونية محددة وواضحة فيما تفعله إسرائيل الآن، في مش الآن، حتى من 48 في فلسطين، وأبرزت مساوئ الاحتلال وتجاوزاته والحرب الإبادة اللي بيعملها في فلسطين. فأعتقد أن رد الفعل كان كويس جدا يعني. طيب، في مثل هذه المواقف إزاي بيتم إعداد المرافعة أو عريضة الدعوة مثلا اللي هتقوم بيها أي دولة؟ إزاي بيتم تجهيزها وإعدادها بطريقة عشان نشوف هذه النتيجة؟ أعتقد أن ده بيتم بفرق عمل كبيرة وفرق عمل متخصصة من سفراء ومن يعني ناس متخصصين بيقدروا يجمعوا مادة وبيقدروا يتناشوا فيها وبيقدروا يعملوا ملخص وبيقدروا يعني ما اقدرش أقول أن ده جهد فردي. ممكن تكون الدكتورة ياسمين طبعا تفوقت في عرضه، لكن هو أكيد جهد جماعي زي ما قلت لك لهذه الوزارة العريقة وهذه الدبلوماسية العريقة اللي أنا رأيي أن هي عبرت عن نفسها بشكل قوي جدا في هذا الأمر. وده برضو مش جديد، لأنك أنت لما ترجع احنا عندنا أبرز المعارك القانونية اللي خضناها كانت بخصوص طابة، وأنا جمعتني حوارات كثيرة مع الدكتور مفيد شهاب أحد أهم أعضاء الوفد المصري في طابة، وإزاي أن هم كان بيحصل مناوشات وإزاي أن هو كان بيغطوا عليها بشكل سياسي، ويعني المواضيع كله فيها تفاعلات. فمصر دلوقتي قدرت على المستوى السياسي وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى القانوني تتحرك في دعم القضية الفلسطينية بشكل مهم جدا، سواء سياسيا ودبلوماسيا، سواء إنسانيا من خلال المساعدات اللي بتقدم، وسواء قانونيا من خلال ما قدمته في محكمة العدل. طيب، يعني المرافعة يمكن عرضت انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إزاي نجحت المرافعة في حشد يمكن الرأي العام العالمي ضد الانتهاكات أو الممارسات التي تمارسها الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 عقود؟ يعني زي ما بقول لك هم ترجموا الانتهاكات الإسرائيلية إلى مصطلحات قانونية واتهامات قانونية واضحة، ان اسرائيل سلطه احتلال، ان الحرب الغاشمه اللي بتقودها، ان في قتل للمدنيين، ان في تهجير قسري بيحصل لاكثر من 2 مليون. يعني كل ده اترجم لاتهامات قانونيه واضحه قدام المحكمه، وطلبوا ان يبقى المحكمه ليها يعني راي استشاري في هذا الامر. هو العمليه ان انت مش عايز تسيب الفضاء الدولي
فاضي او مش مهتم بالقضيه. انت عايز تطرح القضيه يوميا على الاجنده الدوليه في كل مكان، لان حتى لا يتحول الامر ان بقى القتل عادي يعني يوم اعتيادي. الناس النهارده بيقتلوا النهارده 200 500 وكان الامر وكان دول مش بني ادمين يعني. لكن انت القضيه ان انت تطرح من خلال كافه السبل، من خلال الامم المتحده، من خلال مجلس الامن، من خلال العلاقات الثنائيه واللقاءات الثنائيه اللي بيعملها الرئيس السيسي مع كل الناس لفضح ما تمارسه اسرائيل، من خلال الضغط على اسرائيل زي قصه محكمه العدل. يعني كل الكلام ده بتمثل ضغوط على اسرائيل، لان اوريدي القضيه الان في وضع صعب. احنا دلوقتي يعني عدينا الاربع اشهر او الاربع شهور، وعدد القتلى من المدنيين والاطفال كبير جدا، وعدد التجاوزات. انا يعني بالصدفه لسه كان عندي صديق فلسطيني يعني جاي من غزه، فبيحكي معايا لا المشهد بشع يعني. يعني هو نفسه بيقول لي انا مثلا نزحت اربع مرات الدبابات، ومره واحده تبقى قاعد كده تلاقي مبنى كل مكان بيروحه بيتم قصفه، فبيسيب المكان ويروح لمكان تاني. وبيقول لي وبروح لخيام، يعني بروح لاماكن في خيام تلاقي مبنى جنبها اتضرب. يعني طبعا يعني زي ما بيقولوا اللي شاف غير اللي سمع. فكم الحكايات وكم الفقد وكم انك تبقى قاعد وتحت رهينه انك مش عارف اسرائيل هتعمل ايه. وبعدين ما عندهمش حدود ولا التزام يعني. ممكن يرموا مثلا، قال لي مره رموا ورق ان الناس تمشي الساعه 5 وما قالوش 5 الصبح ولا 5 المغرب. ومن الساعة 7 قال لي بدأوا العد، عدى اللي ما عداش بدأوا يضربوا. لا يعني ناس عندهم هم داخلين كحرب إبادة، مش داخلين يعني ما يتم في فلسطين حرب إبادة واضحة، من معالمها واضحة ودلالاتها واضحة وظروفها واضحة وأسبابها واضحة موجودة في غزة بشكل عنيف يعني. صحيح دكتور محمود، جانب آخر ومهم جدا في هذه المرافعة هو توضيح ما تقوم به مصر تجاه الأشقاء في فلسطين وفي قطاع غزة. كنا دايما بنسمع كلامه في شائعات كتيره وبتنتشر للاسف على يد مسؤولين بيقولوا ان مصر هي كانت متسببه في غلق معبر رفح، وهي اللي بتمنع دخول المساعدات، الى ان تم اقناع مصر بالسماح بدخول المساعدات. وهذا الكلام طبعا عاري تماما عن الصحه، لكن الاهم انه يتم الرد في محفل دولي في مكان العالم كله شايفه، والعالم كله شايف ما يدور داخل هذه المرافعه. يعني هذا كلام عبث، وخلينا نقول ان لسه وزير التعاون الدولي الكندي لسه زار معبر رفح، وكل المسؤولين الكبار زاروا معبر رفح وشافوا ان مصر تفتح المعبر من ناحيتها مصر يستعيل. انا برضو كويس ان حضرتك ذكرت النقطه دي، لان محتاجين نوضحها كل شويه، لانه للاسف بعض الناس يعني، وطبعا بيبقى فيهم انا اعتقد الرئيس بايدن الامريكي لما كان بيتكلم في الفتره اللي مصر رفضت فيها دخول الاجانب من غزه الى مصر بشرط ان لازم مصر علقتها بالمساعدات. احنا مش هندخل اجانب الا ما تدخلوا المساعدات، لكن ومصر نفذت رغبتها ساعتها فعلا، ما دخلش الاجانب الا بدخول المساعدات. لكن المعبر مفتوح طول الوقت، المعبر من الجانب. بس الجانب الثاني عندنا فيه مشكله، ان الراجل يقدر يضرب اي حاجه داخله وبيهدم الطرق، واحنا كذا مره ندخل ونصلح الطرق. فبالتالي انت امام سلطه احتلال غاشم، لازم يبقى فيه تنسيق في الدخول، ولازم هم. طب وليه اصلا الطرف الامريكي كل شويه كان بيدخل يضغط على اسرائيل، ويتباهى بايدن ان هو ضغط على اسرائيل عشان يعملوا مساعدات؟ وليه المساعدات كانت موجوده في الهدنه؟ يعني اذا كان امر طبيعي يعني 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 متاح ان تخش المساعدات، طب ليه اتحطت في الهدنه؟ اتحطت في الهدنه لان اسرائيل كانت بتمنع. لكن الطرف المصري كان على طول فاتح المعبر 24 ساعه، والا ما كانش دخلت المساعدات دي كلها. طيب يعني كمان كان في تأكيد على يمكن خطر المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين واقتحام
رفح الفلسطينية وإزاي مصر بتوثق موقف يعني ما فيهوش رجعة تماما، وهو رفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية. ويمكن ده اللي إسرائيل عايزاه من الأول خالص، وهو تصفية القضية عن طريق إن هم يهجروا الفلسطينيين باتجاه رفح. وده بدليل إن هم في كتير من الإعلانات ابتدت دلوقتي إعلان عن مستوطنات في غزة بالفعل من الجانب الإسرائيلي. شايف ده إزاي يا فندم؟ بص، خلينا نقول الاول ان مصر قدرت ان هي ترفض سيناريو التهجير ده وترفضه بشده على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي في بدايات الحرب، وكان فعلا السيناريو مطروح، وبعض الدول وبعض الباحثين وبعض الصحف كانت بتتكلم فيه بشكل كثيف، ودلوقتي ما اعتقدش حد بيتكلم فيه. القضيه او الخلاف ان احنا متخوفين ان الكثافه اللي في رفح، رفح عدد سكانها حوالي 200 ل 300 الف، دلوقتي في رفح فيها 1,200,000 أو 1,300,000 يعني مكدسين في رفح، لأنه نزحوا من الشمال ونزحوا من خان يونس ومن الوسط وغير ذلك، كلهم مكدسين في رفح. فبالتالي أي ضرب في رفح فطبيعي أن الناس ممكن يعني تؤدي إلى تهجير قسري ليهم على الحدود بتاعتنا. فطبعا دي مشكلة عندنا، وإحنا حذرنا إسرائيل من هذه مغبة هذا الأمر أكثر من مرة، وأعتقد حتى لما جم برضو يتجاوزوا في محور فيلاديفيا نفس الامر. هم عندهم يعني كلما زاد الضغط على اسرائيل في فشلهم في الحرب من تحقيق اهدافهم، اللي هم الهدفين المعلنين ان هو يرجع الرهائن او يقتل قاده حماس او يقضي على حماس، فكلما تزداد الشائعات ضد مصر، مصر ما بتفتحش المعبر، مصر بتصدر اسلحه لحماس، وكله كلام عبث وهراء وليس له اي اساس من الصحه. فبالتالي احنا كمان رفضنا، ومصر طلعت بيانات رسميه ان هي ممكن تنقض اتفاقيه السلام اذا تم التجاوز في حق مصر في هذا الامر، لان القضيه قضيه امن قومي وقضيه خطيره. وطبعا الاجهزه المصريه، الاجهزه السياديه طبعا يعني 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 واخده بالها وبتحذر، واعتقد ان اسرائيل كمان مستوعبه خطوره هذا الامر. هو القضيه بقى ان انت بتحكي للعالم ماذا يحدث، لان يعني الراجل اعتقد كان عنده نتنياهو ممكن يكون كان وعد بايدن ان الحرب ممكن تبقى اسابيع قليله، لان احنا دخلنا في اشهر، ومع ذلك لم ينجز يعني. واعتقد ان هناك خلاف امريكي معلن بين نتنياهو او بيبي زي ما بيحب يطلق عليه بايدن ان هو وبين بايدن، لانه هو التاني ما عندوش مشكله يوسع مجال الحرب نتنياهو، بينما بايدن بيطالب ان ما يبقاش مجال الحرب. طبعا الكلام الكتير مع الامريكان ان هم لازم يحافظوا على المدنيين والاطفال، الكلام ده بنسمعه من اول الحرب، وكل يوم المدنيين والاطفال بيموتوا. صحيح. ففي مشكله، وفي مشكله كمان في ضغط مثلا حصل في انجلترا على حزب العمال البريطاني، ادى ان هم كمان يبداوا دلوقتي مثلا الكلام في اوروبا. انا كنت في بروكسل من شهر تقريبا، وكنا في الاتحاد الاوروبي، وبدانا نسمع كلام قوي عن حل الدولتين. يعني قادة الاتحاد الأوروبي بيتحدثوا عن حل الدولتين بشكل عظيم جدا. أوروبا في 26 دولة برضو، بريطانيا نفسها قالت يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني، وكمان أمريكا قالت أنه ده مطروح مش يعني أقصد أن الخطاب الأوروبي أصبح إلى حد ما أميل إلى فلسطين منه، على عكس بداية الحرب. بداية الحرب كانت ممكن بعض الدول الأوروبية زي النمسا زي ألمانيا زي المجر بتقود يعني تأييد إسرائيل بشكل أعمى. دلوقتي لا، في معانا طبعا دلوقتي أسبانيا وبلجيكا ودول تانية بتؤيد حل الدولتين وبتؤيد حق فلسطين في الدولة. طيب، عظيم جدا. طبعا خلال هذا الشهر دكتور محمود بدأت المحكمة في الاستماع لمرافعات من حوالي 50 دولة، ومستمر هذا الأمر لحد 26 من هذا الشهر. طبعا مما لا شك فيه أن المرافعة المصرية مختلفة، لأن احنا أدرى بطبيعة هذا الصراع. ممكن مرافعات من دول تانية تنظر إلى الموضوع من بعد إنساني فقط، لكن المرافعة المصرية بكل تأكيد كانت مختلفة. الرأي الذي سيصدر من هذه المحكمة، هل من الممكن أن نبني عليه مستقبلا في حل سياسي في حل الدولتين؟ بص، أعتقد أن أي حاجة بتطلع من جهة دولية بتقدر تستند عليها في خطوات أخرى. وزي ما بقولك، أنت مطلوب منك، بعض الناس يقولك ممكن تبقى آراء مش ملزمة أو آراء بتاع، لا، هي في النهاية بتعمل زخم يعني. في النهاية بتعمل زخم وبتعمل ضغط وبتستند على أدوات أساسية. فأنت محتاج تطلع رأي استشاري من المحكمة تقدر تستخدمه في مجلس الأمن، تستخدمه في الأمم المتحدة، تستخدمه في أي مفاوضات بعد كده
لإقرار هذا الأمر. لكن هو المهم إن زي ما بقول لك إن دلوقتي بقى موضوع حل الدولتين والحل الشامل والعادل بقى مطروح بشكل قوي، يعني 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 رغم كل مساوئ الحرب طبعا ولا كنا نتمناها ولا ندعو لها، لكن لو ليها حاجة إيجابية فهي إن هي أعادت القضية الفلسطينية للتفكير من مرحلة النسيان إلى مرحلة التفكير. القضية كانت تكاد تكون انتهت. الآن القضية ليست على أجندة المؤسسات الدولية فقط، كان من وجهة نظر إن هي بقت كمان على ضمير الإنسانية. يعني دلوقتي بقى فيه مؤيدين كثير من الشباب وغير الشباب في كل دول العالم، وشفنا المظاهرات اللي خرجت في كل حتة. وأنا بقول لك إن بعض الأحزاب القوية في بريطانيا غيروا وجهة نظرهم بسبب إن هم حسوا إن هم افتقدوا شعبية بعض المسلمين. في أمريكا نفس القصة، في ضغوط، في ناس بتعمل مظاهرات لتؤيد القضية الفلسطينية، في ناس بتكتب مع القضية الفلسطينية. للأسف استطاع نتنياهو أنه يقود القضية الدعم أو يحصل على دعم إسرائيلي في الأسابيع الأولى من دول العالم، عندما شبه حماس بداعش وشبه ما حدث له يوم 7 أكتوبر بمثل ما حدث في 11 سبتمبر في البرجين في نيويورك. فلكن بعد ذلك العالم كله اكتشف ان كل ده خداع، وان كلها اكاذيب اسرائيليه، واسرائيل معتاده على الاكاذيب، وان الواقع غير ذلك تماما. احنا 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 امام قوه بتقوم بحرب اباده شامله واضحه. الفلسطينيين، وده اللي ممكن اللي وضحته الدكتوره ياسمين امبارح، الفلسطينيين ما فيش اكل، ما فيش ميه، ما فيش اقامه، ما فيش بيوت، يعني البنيه الاساسيه في غزه اتدمرت تدمير شنيع. صحيح. ما يعني يستحيل ده يكون اي، واين هي المعايير الانسانيه، واين القانون الدولي، واين كل سياسه التجويع على الاقل، اين المصطلحات التي يعني بقالنا كام سنه نغرق فيها تحت شعارات حقوق الانسان والقانون الدولي؟ كل الكلام ده يعني زي ما بقول لك في هوا، ما فيش في الواقع الفلسطيني هوا. يعني مصر وضعت يمكن المحكمة أمام مسؤوليتها، والتأكيد على أن كله أمام مسؤوليتها من خلال التأكيد على أن الاحتلال هو غير قانوني. هل ممكن نشوف محكمة العدل الدولية تعترف أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو إبادة جماعية؟ هل ممكن نشوف ده؟ طبعا يعني كل السيناريوهات مفتوحة أمام المحكمة، وأي رأي للمحكمة زي ما بقول إحنا بنستخدمه بعد كده، أو الفلسطينيين أو الناس المؤيدة للقضية الفلسطينية بتستخدمه لعمل زخم وعمل ضغط على المؤسسات الدوليه، سواء مجلس الامن او الامم المتحده. مجلس الامن يطلع قرار بقى بوقف اطلاق النار، اللي هو طول الوقت في اعتراض. خلي بالك برضو في تحول في الموقف الفرنسي، احنا شفنا ماكرون بيرفض بشكل تام اقتحام رفح، شفنا لا في تغير كبير في بعض المواقف الدوليه. بريطانيا للمره الاولى بتمتنع، يعني طبعا بضغط كبير من الشارع البريطاني، المظاهرات الكبيره اللي احنا شفناها. فلا يعني في تغير. نعم اتاخرت، نعم مش أكيد. في وقتها، لكن يعني اتاخرت كثيرا، لكن يعني في تغير كبير زي ما قلت لحضرتك. وان هذه المرافعه دكتور محمود بترد على بعض الناس اللي كانوا بيشككوا في الدور المصري سواء من الخارج أو حتى من الداخل، وأي مصري وطني يشعر بالفخر وهو بيتابع هذه المرافعة. ما بقول لحضرتك إحنا مصر ماشي على أكثر من مسار من أول يوم في الأزمة، بس هي للأسف الناس، بعض الناس المزايدين يعني عايزين مصر تحارب بالوكالة، يعني وكأن مصر لم يكفي 120 ألف جندي وظابط راحوا في الحروب من اجل فلسطين. وبعض المزايدين كمان يا فندم، حضرتك بتتكلم لو اي دوله تانية عملت مرافعه تلاقيهم بيتكلموا عن على الفيسبوك وفخورين قوي بمرافعه هذه الدوله، لكن امبارح لا. مصر انسانيا، مصر لحد دلوقتي مقدمه اكثر من 70% من المساعدات، يعني بشكل كبير رغم ظروفنا الاقتصاديه الصعبه. صحيح. دبلوماسيا وسياسيا مصر ما فيش معترك، ما فيش لقاء. الرئيس تقريبا يوميا عنده لا اما مكالمه لا اما لقاء للقضيه الفلسطينيه ودعم القضيه الفلسطينيه. قانونيا هو في محكمه العدل الدوليه وفي كل المؤسسات الدوليه مصر لها دور. مصر لها دور، انا من وجهه نظري مع احترامي لكل الدول، مصر لها دور كبير في تغير عدد كبير في وجهه نظر في تغير وجهه نظر عدد كبير من الدول. احنا شفنا انا حضرت الراجل بتاع بلجيكا واسبانيا لما جم الاتحاديه هنا، بعديها راحوا المعبر، كان ليهم رد فعل كبير جدا وقوي في تأييد
القضيه وحل الدولتين، وحصل يعني مشاحنات بينهم وبين اسرائيل وبين نتنياهو. فلا مصر لا لعبت دور مهم جدا. مصر عملت مؤتمر السلام، القاهره للسلام، في اول اسابيع بعد الحرب. مصر هي اللي قالت يا جماعه ما ينفعش تحت دعوة الدفاع عن النفس ان احنا نموت ده كله لمجرد ان احنا يعني نقول ان دفاع عن النفس، فكل صحيح. كل دول يموتوا، العقاب الجماعي للناس. فلا مصر موقفها انا من وجهة نظري موقف مشرف، موقف يدعو للفخر، يدعو كل مصري للفخر. احنا بندافع عن القضية الفلسطينية من زمان، القضية الفلسطينية في وجدان كل مصري، القضية الفلسطينية احنا الادرى بيها. مصر قدمت مقترحات للهدنه ودخلت في الهدنه ودخل وعلى تواصل مباشر طول الوقت مع الفلسطينيين، ونعبر عنهم في كل مجال. يعني كل الشكر ليك دكتور محمد سلم على وجودك معانا، رئيس لجنه الثقافه والاعلام بمجلس الشيوخ. مشكورك يا فندم على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا محمد، شكرا مسلم. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. اهلا بحضراتكم. السنه دي الشركه المتحده بتقدم الموسم الدرامي الاكبر في الوطن العربي من خلال انتاج ضخم وانتاج متنوع من الاعمال الدراميه اللي كلنا منتظرينها في شهر رمضان المبارك. جريده الوطن يمكن عملت ملف متميز جدا وشامل بترصد فيه كل تفاصيل دراما المتحده في رمضان 2024. الملف بيكشف كواليس صناعه عدد من الاعمال وازاي بتدعم الدراما السنه دي القضيه الفلسطينيه، وكمان فكره مسلسلات ال 15 حلقه المكثفه اللي بتخلق حاله كده من المتعه، وبنبقى عايزين نعرف ايه اللي حصل كده في وقت قليل، ودي من الحاجات اللي بتخلي المشاهد عايز يتفرج اكتر واكتر. خلينا نعرف اكتر عن هذا الملف بالتحديد ودور المتحده في صناعه الوعي خلال دراما رمضان السنه دي. معانا عبر الهاتف الاستاذ مصطفى عمار، رئيس تحرير جريده الوطن. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير يا بسنت، صباح الخير يا محمد. استمتعت بحواركم مع الكاتب الصحفي الاستاذ محمود مسلم، اللي هو اساسا كمان يعني رئيس قطاع الصحف في الشركه المتحده ورئيس مجلس اداره جريده الوطن اللي بنسعد بالعمل معاه. نشكرك يا فندم. يعني في البداية حابين نعرف دور دراما المتحدة في صناعة الوعي وإزاي ده ممكن يتحقق من خلال دراما رمضان. الشركة المتحدة على مدار أكثر من عام قدرت يعني تعيد صياغة العلاقة ما بين المشاهد والأعمال الدرامية يعني علشان تقدر تنقل المحتوى الدرامي المقدم من مرحلة أنا كنت بطلق عليها مرحلة الفوضى إلى مرحلة صناعة الوعي والبناء. على مدار أكثر من عام المتحدة تتصدر يعني جميع القنوات سواء المصرية أو العربية بأعمالها الفريدة والمتميزة. السنة دي المتحدة بتعمل تشكيل يعني مهم ودقيق جدا في الاختيار من خلال 19 عمل مقسمين يعني تقسيم هندسي ما بين الدراما التاريخية والدراما الاجتماعية والدراما الكوميدية والدراما الشعبية اللي الجزء الأكبر من الشعب المصري والوطن العربي بيحب يشاهدها من خلال يعني القنوات المصرية والعربية. عندنا نجوم كتيرة جدا موجودة في الموسم الدرامي الحالي، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، أسر ياسين، أحمد مكي، عودة مهمة جدا لجاد عبد الرازق، موجودة ريهام حجاج، موجود دكتور يحيى الفقراني طبعا، وده واحد من أهم يعني أيقونات الدراما طبعا العربية، وكل المشاهدين على يعني باختلاف تنوعهم وتعدادهم في الوطن العربي بيتابعوا ما يقدمه الدكتور يحيى الفقراني بكل تأكيد. طيب أنتوا إزاي اشتغلتوا على هذا الملف؟ وزي ما أنت قلت الدراما السنة دي اعتمدت على عدد كبير جدا من النجوم متنوعين سواء كانوا شباب أو حتى كمان النجوم العرب. أنتوا كمان اتكلمتوا عن الموضوع ده في الملف بتاعكم. إحنا يعني لما فكرنا في الملف حبينا نأكد على رسالة واحدة يا محمد، إن الموسم الدرامي في شهر رمضان يعني هو الأكبر في الوطن العربي مش في مصر بس، إحنا الدولة العربية الأكثر إنتاجا في دراما رمضان، إحنا الأكثر تأثيرا، الأكثر تحقيقا لنسب مشاهدة. فعلشان كده بنينا الملف على يعني على هذا الثابت اللي اشتغلنا منه. بالطبع الملاحظة اللي انت قلتها ملاحظة مهمة، إن دايما الدراما المصرية بتفتح أبوابها للمواهب العربية علشان تتألق من خلالها. السنة دي في أكتر من فنان عربي موجودين وموزعين على كل مسلسلات الشركة،
هيتألقوا في أعمال كثيرة جدا. بس الخطيب لسه في مسلسل بتاع بين السطور شغال، البطلة فيه عربية وموجودة في رمضان على منصة واتشوت للمسلسل ليها. عايز اتوقف امام مسلسل مهم جدا احنا عرضناه في الملف، هو مسلسل الحشاشين، واعتقد ان ده يبقى الانتاج الاضخم عربيا ويتناول. كلمنا بقى عن المسلسل ده بالتحديد يا فندم، لانه احنا شايفين حتى البوسترز، خليني اقول مش هقول لك تريلرز، البوسترز مخليانا عايزين نتفرج على المسلسل ونتابعه من دلوقتي. كلمنا اكتر عنه، واضح طبعا انه انتاج ضخم. صحيح انتاج ضخم، ويتصدر أسماء ثلاثة من أهم القوى الناعمة أو رموز القوى الناعمة في مصر، سواء كريم عبد العزيز أو الكاتب عبد الرحيم كمال أو المخرج بيتر ميمي. وبيتناول يعني بشكل مبسط للجمهور فكرة نشأة أول جماعة متطرفة أو أول جماعة يعني تخلط الأوراق ببعض علشان تحقق أهداف سياسية تحت ستار الدين، وهي جماعة ما أطلق عليها الحشاشين ومؤسسها الصباح. أعتقد أن الناس هتتفاجأ بتشابه يعني الفكر وتشابه المخططات وتشابه الغايات الغير شريفة ما بين هذه الجماعة وما حدث في مصر من 2013. صحيح. من 2011 حتى تحرير مصر في 2013. العمل يعني زي ما أنت قلتي إنتاج ضخم جدا، مش موجود على أي شاشة أو على أي شاشات خارج شاشات القناة المتحدة سوى بعض الشاشات العربية اللي تعاقدت على عرضه. بيعيد مصر إلى مكانتها الكبيرة جدا في صناعة الدراما التاريخية، وإحنا عارفين الصورة دلوقتي عاملة إزاي. صحيح، أنا بتابع معاكم. يعني عمل ملحمي، وأعتقد أنه فعلا يعني يطلق عليه عمل ملحمي، وأعتقد أنه هو هيكون الجواد الرابع لدراما هذا العام. بجواره طبعا في شغل تاريخي فانتازي في عودة ألف ليلة وليلة من خلال ياسر جلال وجدر، ودي حاجة مهمة جدا ان احنا نعيد هذا الفن اللي كلنا تربينا عليه في البيوت المصرية انه يرجع مرة اخرى للشاشات، ده انجاز كبير جدا. ولكن انا لسه بتابع معاكم الحشاشين، اعتقد ان المسلسل زي ما بقول لكم يعني هيحقق نجاح كبير. صحيح. جدا في نسب المشاهدات، هيحقق رد فعل كبير جدا في الشارع، لان احنا بنتكلم عن عمل تاريخي وعن جماعة يعني الفكرة الرئيسية ليها هي كانت جماعة الحشاشين اللي هي جماعة الإخوان الإرهابية، فهيشوفوا المفارقات وهيشوفوا الربط اللي قدر عبد الرحيم كمال يربطه ما بين الفكر المتطرف في نشأة والأحداث والاغتيالات التي صنعتها جماعة الحشاشين، ونطبقها في علينا الباطن بما حدث في مصر في 2011 و2012 و2013. طيب أستاذ مصطفى، دايما الفن هو مرآة للشارع وانعكاس للواقع والمجتمع اللي بنعيش فيه، ازاي والاحداث كمان اللي بتمر علينا، ويمكن من ابرز الاحداث دلوقتي طبعا هو ما يحدث في فلسطين، ازاي ده انعكس على دراما رمضان السنه دي؟ كانت خطوه مهمه جدا من الشركه المتحده ومن الفن المصري، يعني خلينا اقول ان الشركه المتحده هي انعكاس حقيقي للفن المصري، ان يبقى عندك عمل يعبر عن القضيه الفلسطينيه. السنه دي لاول مره تقريبا يتم انتاج مسلسل عن احداث فلسطين اسمه مليحة، تنتجه شركة دي اس، اخراج المخرج الكبير عمرو عرفة، يتصدر لبطولته الفنانة الكبيرة ميرفت امين ومعاها الموهوب محمد دياب. اعتقد ان قصة المسلسل، مش عايز احرق للناس القصص، ولكن اعتقد يعني ان هي هتبقى من الاعمال اللي هتحقق نجاح كبير. هو 15 حلقة، ودي ميزة اعادتها الشركة المتحدة ان احنا يبقى عندنا اكتر من 19 عمل درامي، نصهم تقريبا 15 حلقة والنص الثاني 30، هيبقى فيه تنوع لدى المشاهد. مليحة هو يعني الوردة التي تزين تاج المتحدة هذا العام، ان انت وسط ما يعني وسط ما يحدث ووسط الازمات الاقتصادية الكبيرة ووسط فكرة مطاردة الشركات الانتاج عشان تعمل مسلسلات شعبية او تاريخية، ان انت تقف وتقول لا، لازم يكون عندنا مسلسل درامي فلسطيني يناقش الاوضاع داخل الاراضي المحتلة ويناقش الاوضاع داخل قطاع غزة. مبادرة مهمة جدا جدا جدا، وما اعتقدش ان اي تلفزيون عربي او اي دولة عربية يعني عندها هذا العمل، او ان هي فكرت تقدم مسلسل عن الاحداث الفلسطينية. بشوف ان غادة عبد الرازق كمان من الممثلات التقال قوي، يعني ناس كتيره متوقعين لها ان صيد العقارب يرجعها تاني بقوه لمكانتها اللي احنا متعودين عليها فيه، ليه الناس شايفه ده؟ وكلمنا اكتر عن يمكن النجوم اللي بقالهم كتير ما ظهروش وراجعين بقوه في هذا الموسم.
جلادة ما اختفتش، جلادة كانت بتشتغل خارج نطاق الشركة المتحدة، وهي طبعا واحدة من أهم نجمات الدراما المصرية لو قلنا من 2011، وهي بتتصدر مسلسلات طبعا، بس كان مسلسلاتها كانت دايما لكن يعني مسلسلات صحيحة لم تحقق النجاح الكبير اللي يوازي اسمها خلال السنوات اللي فاتت. اعتقد ظهورها عبر قنوات المتحده، وتعرفين ان قنوات الشركه المتحده تمتلك مجموعه كبيره من القنوات، ظهور جادة ضمن البوكيه او ضمن الكتيبه اللي هتظهر في دراما رمضان هيضيف لينا قوه كبيره جدا. جادة جمهورها كبير جدا سواء في الشارع المصري او في الشارع العربي، الناس كلها بتحب تتفرج على مسلسلاتها، دايما بتقدم حبكات دراميه بوليسيه قايمه على فكره الجريمه والانتقام، وده بيعجب جدا المشاهد المصري. احنا بنقول جدع عبد الرازق مش يعني مش 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 اسم صغير، هي اضافه كبيره جدا للدراما هذا العام، وجودها في عمل مميز. واتوقف ان منتجه مسلسل جدع عبد الرازق هي الفنانه ريهام حجاج، ودي لافته يعني مهمه جدا 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 ان ريهام بتنافس في رمضان بمسلسلها صدفة، وفي نفس الوقت بتتولى إنتاج مسلسل زميلة ليها هي جادة عبد الرازق. أعتقد ده يعني مبادرة برضك طيبة، لأن أنتوا عارفين إن الفنانين دايما يعني دايما الناس بتتهمهم بالأنانية، لكن أنا أبقى مشاركة في مسلسل وعاملة مسلسل في رمضان زي ريهام وبتنتج مسلسل تاني قد يكون منافس طبعا، مسلسل تاني صحيح جدا، وده اللي عايز أتوقف أمامه، علشان في بعض الناس كانوا بيروجوا أن الشركة المتحدة تحتكر صناعة الدراما. لا، مفيش شركات بتشتغل، إحنا السنة دي عندنا أكتر من 10 شركات خاصة هي اللي بتتصدر الانتاج في الموسم الدرامي، ودي نقطه لازم نتوقف امامها، علشان من يروج لفكره ان المتحده تتولى بمفردها انتاج المسلسلات، تستحوذ على الموسم الرمضاني بمفردها، لا تشارك شركات انتاج اخرى. احنا عندنا 10 شركات زي ما احنا سياق الكلام جاب اهوت ان ريهام حجاج بتنتج مسلسلها وبتنتج مسلسل جاد عبد الرازق. طيب بتتكلم دلوقتي انت عن البطولات النسائيه، هيكون في بطولات جماعيه بكل تاكيد، وعايزين نسلط الضوء كمان على البطولات الشبابيه. عندنا مسلسل مسار اجباري اعتقد لاحمد داش، ده هيبقى من التجارب المهمه، 15 حلقه يعني انا براهن عليه برضو، لانه هيبقى بيخاطب قطاع كبير جدا من الشباب المصري اللي هم اساسا بيتابعوا الاعمال الدراميه مش من خلال شاشات التلفزيون، ولكن عن طريق التطبيقات الذكيه وعن طريق هواتفهم المحموله. الشركه المتحده عندها واحد الان من اهم منصات المشاهده في الوطن العربي، وهو يعني واتشت، عامل نجاحات كبيره جدا 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 خلال السنتين اللي فاتوا. اعتقد ان مسار اجباري هيحقق نسب مشاهده كبيره ما بين الاوساط الشبابيه، المشكله بتاعته مشكله اجتماعيه مصاغه بشكل كويس جدا، الاخراج فيه متميز، التاليف فيه متميز، ان انا راهن على وجود احمد داش كبطل لاول مره في دراما رمضان ومعاه الفريق اللي معاه، اعتقد هيحقق نجاح كبير ان شاء الله، وهيكون برضك من الاعمال اللي هنحط تحتها خطوط في دراما رمضان. طيب يعني كمان من الحاجات الجميله قوي ان احنا شفنا نشا مصطفى بتقاسم البطوله مع خالد النبوي في امبراطوريه ميم، كمان في سيمون يمكن رجع مره تانية، ويمكن تامر يسري الغاب عن الشاشه من وقت بطولته فيه برج الغراب. كلمنا عن اهميه الاسماء الكتير اللي رجع مره تانية للشاشه. خليني اتوقف معاك يا امام، اسم انت قلتيه دلوقتي هو خالد النبوي. يعني خالد، استاذ خالد النبوي ده ثروه قوميه، فنان يحمل يعني بداخله روح محارب، بيتعامل مع الفن كانه بيرسم تابلو فني كبير جدا، بيتنقل بين الادوار. شفناه السنه اللي فاتت في الامام الشافعي، السنه اللي قبل منها كان عامل دور لايت كوميدي، السنه دي ما خافش انه يراهن على قصه مسلسل احنا كلنا شفناها مع فنانه وممثله بحجم وقيمه الاستاذه فاتن حمام في امبراطوريه ميم. ناس كتير ما تعرفش ان النص الاصل امبراطوريه ميم هو كان بطله رجل، والاستاذه فاتن حمامه قررت تحولها لسيده عشان تقدر تلعب الفيلم اللي عملته. اختيار ذكي جدا جدا، ومن شركه اروما كمان اللي شغاله مع الاستاذ خالد، معاه مؤلف انا يعني شايفه واحد من اهم المؤلفين المصريين الموجودين حاليا، محمد سليمان عبد الملك. خالد عامل قصد مهم جدا، المسلسل ده هنعيد به قراءة امبراطورية ميم، هنعيد به قيمة الرواية للدراما، وطول الوقت السينما والدراما استفادوا من الرواية المصرية، وكمان الدراما العربية والسينما العربية استفادت من الرواية المصرية، وجود اسم الأستاذ إحسان عبد القدوس الله يرحمه على تترات
عمل لرمضان هيديله قيمه كبيره جدا. واعتقد ان خالد هيؤكد ان واحد من اهم الموهوبين او يعني اساتذه التمثيل في الدراما العربيه والمصريه. بكل تاكيد طبعا هو استاذ مصطفى هو ملف مهم، خد مجهود كبير جدا عشان يظهر بهذا الشكل وعشان يشرح للناس طبيعه السباق رمضان هيكون عامل ازاي بالنسبه لدراما الشركه المتحده. وزي ما اتكلمنا في تنوع في المسلسلات ما بين ال 15 حلقه وما بين المسلسلات اللي هي بتبقى 30 حلقه اللي احنا متعودين عليها، في تنوع في الممثلين والنجوم اللي بيشاركوا مع بعض بطولات جماعيه، بطولات نسائيه، وايضا بطولات شبابيه. كل الشكر ليك استاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريده الوطن. كده مشاهدينا تكون خلصت حلقتنا النهاردة، نشوف حضرتكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد. خليكم معانا، صباح عليكم، صباح الخير يا مصر.